الدوري مع معلقنا طبعا كابتن هاني مصلحي، فإلى هناك. أعزائي عاشقي الفانيلا الحمراء، أعزائي كل المشاهدين، أعزائي أحباء الكرة الطائرة، نحييكم لنقل لكم مباراة كرة الطائرة على قمة الدوري بين الأهلي والزمالك. نتمنى التوفيق للاعبتنا النهاردة، نتمنى لهم أن هو يحسموا الدوري. الماتش طبعا النهاردة على بطولة الدوري، الأهلي فارق نقطتين زي ما أنتم عارفين في القمة، الزمالك وراه. لو الأهلي فاز النهاردة تقريبا يبقى بطولة الدوري اتحسمت بنسبة 99%. اللعيبة عارفة كده كويس، اللعيبة جاهزة للمعركة دي. يعني نتمنى إن شاء الله التوفيق لرجالتنا. تشكيل النهاردة في الملعب على طول هنخش، لأن الماتش هيبتدي. بيلعب في مركز ثلاثة محمد عادل وعبد الحليم عبو، صانع الألعاب عبد الله عبد السلام ومعاه كروس أود. في مركز أربعة بيلعب الجويني من تونس، طبعا لعيب المحترف التونسي بتاعنا شكري جويني، ومعاه أحمد سعيد. الليبرو معوض هو الليبرو الأساسي بتاعنا النهاردة. نتمنى لهم التوفيق، ومع بداية المباراة شايفين على إرسال محمد عادل فريق الزمالك النهاردة طبعا شايف أنا في الملعب أشرف أبو الحسن ولعيب ومعاه مصطفى دبشة. طبعا ده نجم فريق نادي الزمالك في مركز أربعة، ولا شاط الكرة اللي فاتت دي على الإرسال محمد عادل. وفي مركز أربعة في مركز الزمالك أولا شايفين أبو السعود ومصطفى، وفي مركز ثلاثة شايفين يعني لسه هتيجي الصورة هنتفرج. نتمنى التوفيق لفرقتنا. أول نقطة للنادي الأهلي والإرسال لسه مع محمد عادل. إرسال مموج لعبه في أربعة، عايز يطلع لعيبة. أشرف بيحط بليس لكن بياخده منه جويني وبيشوط تاني مصطفى. إرسال دفاع جيد جدا وشوطه من قطب من مركز واحد تطلع على الديفنس، وبيرد عليه
بيرد عليه رضا كرة قوية جدا في الملعب وبياخد الزمالك نقطة وبيتعادلوا 1-1. إرسال راح لأشرف، إرساله غالبا بيبقى مموج يعني، بيلعب إرسال على الليبرو وبيشوط عبه في الأوت، كرة سريعة في الأوت. طبعا احنا يعني احنا اتكلمنا وقلنا ان النادي الاهلي عشان يلعب يستفيد بالسريع لازم الاستقبال يبقى كويس على الشبكه عشان يقدر يستفيد بيه. اشرف معاه الارسال لسه، بيضغط على معوض، قطب بيشوط كوره قويه جدا على الخط جامده، الحمد لله بيجيب بيها نقطه كويسه. قطب محتاجين قطب ان هو يخش في الـ في الـ في الـ في الماتش، من اهم اللعيبه اللي محتاجينها ان يكون مركز النهارده. شايط كرة قوية جدا على الخط، برافو يا قطب. إرسال بيروح لعبد الله، عبد الله إرسال قوي سبايك في الشبكة، بيتحول الإرسال لفريق نادي الزمالك. إرسال مع مصطفى، بيلعب إرسال على معوض، أنا شايف إن الإرسالات كلها رايحة لمعوض. بيحط بليس اوت، الكره ما خلصتش، بتروح لرضا بيشوط كره جامده لكن بره، جت في العصايه، جت في حائط الصد وجت نقطه للنادي الزمالك. السكور 3-3 وشايفين بدايه ايكوال زي ما كل الناس متوقعه يعني، ماتش نهائي لازم يبقى كده. جويني بيلعب ارسال سباي قوي وبيشوط برده مصطفى في الاوت، نقطة للنادي الأهلي. سعودي شاط كرة في الأوت بعيد عن البلوك خالص، إرسال هيستمر مع جويني، إرسال مع الوسط، إرسال سبايك أوت. يا جماعة يعني إحنا محتاجين تركيز في السيرف شوية، عندنا إرسالين ضاعوا في أول 4 نقط، يعني إحنا بندي للزمالك نقطتين، محتاجين تركيز شوية في السيرف. ارسال بيروح دلوقتي لنادي الزمالك، ارسال مع شهاب، ارساله كويس، بيلعبوا في مركز واحد، بيشوط احمد سعيد، ارسال بيضرب قوي بس في البلوك، اول نقطه تتاخد بلوك لنادي الزمالك. 5-4 بيتقدم، محتاجين الاستقبال يخش شويه على الشبكه عشان عبد الله يعرف يلعب السريع ويعرف يلعب يعمل تركيبات وبالتالي تظهر قوه السريع بتاع النادي الاهلي. شهاب على الارسال لسه، برضو موجه ارسال في واحد، احمد سعيد تاني بيلعب كره سهله على اللاين بيطلعها اشرف ديفنس، ورضا تاني بيشوط اوت، بيشوط اوت، كره حسب التاتش اعتقد للزمالك. 6-4 ابتدى الزمالك يفرق نقطتين، كرة اوت اوف سيستم شاطها كويس قوي رضا في التاتش وبره. ارسال تاني مع شهاب، تالت ارسال مع شهاب، هيلعبوا في مركز واحد برضو. يعني واضح ان هو دلوقتي مش عايز قطب يشوط، فبالتالي هو بيلعب ارسال ناحيه واحد علشان ما نعرفش نهاجم بقطب بحريته. الكرة مستمرة رالي، شاط عب وشاط كرة سريعة قوية خلصها. السكور بقى 6-5 وراح الإرسال للنادي الأهلي. عب ولازم يعني لازم، قلنا زي ما اتكلمنا في التحليل إن النادي الأهلي لازم يستفيد بعناصر القوة اللي عنده، السيرف بتاع عبد الحليم قوي لازم يلعبه. لعبه كويس، بوظ استقبال في الزمالك وبيشوط أبو السعود أوت حسب تاتش الحكم في البلوك، تاتش اوت والكره بتروح لنادي الزمالك تاني. استمرارا للرالي يعني الايكوال بين الفرقتين، ماشيين نقطه بنقطه. ابو سعود شاط كره كويسه الحقيقه، تاتش طبعا في الديفنس من عبد الله. رضا على السيرف، رضا بيلعب ارسال سبايك قوي برضو، جت في سن الشبكه وجه استقبال كويس المعوض وبيخلص احمد سعيد بيشوط في الاوت برضو. كتير متوتر شويه، انا حاسس ان هو متوتر شويه. طبعا دلوقتي التكنيكال تايم اوت الاولاني، انا شايف في يعني الـ8 نقط اللي فاتوا
فريق الاهلي فيه عنده مشكلتين، ان هو الاستقبال بتاعه بيطلع بره شويه، ده بيخلينا نلعب ما نعرفش نلعب سريع، وقطب واحمد سعيد، احمد سعيد غلط في كورتين، شاط كورتين في الاوت مباشره، وده يعني مش مطلوب في بدايه الماتش، مطلوب ان احنا نمشي يعني، حتى الكره لو مش مظبوطه لازم تبقى في الملعب عشان ناخد فرصه ان احنا ناخد بلوك ونلعب. يعني تمنيات بالتوفيق بالتركيز لفريقنا شويه. دلوقتي يعني الميدو في التايم اوت اكيد هيهديهم، ان هو الاستقبال يبتدي يتظبط شويه، ونبتدي نلعب اللعب بتاعنا، نقلل غلطاتنا شويه، لان في الثمان نقط دول في ثلاث اخطاء مباشره للنادي الاهلي. طبعا الزمالك واخد الموضوع بهدوء، بيلعب بيخلص الكور اللي بيستقبلها بره بيخلصها كويس، هو ده الفرق اللي عمل الثلاث نقط دول. ابو السعود خلص كوره ورضا خلص كورتين، ده الثلاث نقط الفرق بين من تخليص الكور اللي مش مظبوطه في الاستقبال. يستمر الارسال مع نادي الزمالك، مع رضا ارسال مع الوسط قوي، استقبال مش حلو برضه من احمد سعيد، بيعدي كره سهله وبتروح لرضا، بيضرب كره بمنتهى القوه لكن بتطلع ديفنس من معوض، وبيشوط برضه سعيد في قلب البلوك، تاني بلوك من احمد سعيد، انا شايفه مش في حالته. 9-5 لنادي الزمالك، تفوق من نادي الزمالك في بدايه الماتش، لان اشوف يعني عبد الله بيرفع كوره من بره وهو بيضرب بمنتهى القوه في قلب البلوك، المفروض يحاول يهرب شويه من البلوك او يتصرف تاتش. ارسال مع رضا برضو تاني، بيبتدي يقوي ارساله اكتر مع استمرار تقدم الزمالك في النقط، وبتروح للزمالك سهله. طبعا اشرف لما بيجيله سهله بيعرف يعمل، في اللي اتكلمنا برضو فيه، اشرف لما بيجيله كور سهله بيعرف يعمل كومبلكسات كويسه. فرق الزمالك خمس نقط في بدايه المباراه، محتاج هدوء دلوقتي من الاهلي عشان يرجع تاني واحده واحده، يبتدي يضغط بالسيرف بتاعه، يبتدي يخلص الكور اللي مش مظبوطه. طبعا ميدو طلب تايم اوت دلوقتي، النتيجه 10-5، كتير، خمس نقط في بدايه المباراه، لكن احنا لسه في بدايه المباراه. طبعا الزمالك الحقيقه مادي بدايه، عامل بدايه جيده جدا، اشرف بيستغل كل عناصر القوه اللي عنده من لعيبه الاطراف، حتى لما بالاستقبال بيجي له بره شويه بيقدر يوصل الكوره على يعني على طرف الملعب، ولعيبه الاطراف عنده بتضرب بمنتهى القوه. بدايه حماسيه جدا من نادي الزمالك، استطاع ان هو يفرق خمس نقط. كل التوفيق للفريقين ان هم يقدموا لنا مباراه جيده. بيرجع تاني على الارسال رضا، استمر على السيرف، دلوقتي النقطه الخامسه لرضا على التوالي على السيرف، بيلعب ارسال بمنتهى القوة، ارسال سبايك، ارسال قوي جدا بره الملعب، النقطة الستة للنادي الاهلي من غلط استقبال من رضا، لكن هو شايفين ان هو بيلعب ارسال سبايك جامد وفرق بيه الحقيقة. نتمنى النادي الاهلي يعني يشتغل على زي رضا كده في السيرف، يلعب ارسال جامد. قطب نجم النادي الاهلي على السيرف، ارسال سبايك، بيلعب ارسال قوي لكن استقبال جيد من نادي الزمالك، ويقدر السريع يخلص. شهاب ضريب صغير في السن قوي، قدر يخلص الكره بمنتهى القوه من المنتصف، كره وان بتخلص في اخر الملعب انسايد، كره كويسه، وبيروح ابو السعود على الارسال نجم نادي الزمالك. شايفين في الاستقبال جويني واحمد سعيد، استقبال من معوض وسريع من عادل في الملعب كويس، ارسال يعني ضرب قوي جدا من عادل في الملعب. ده زي ما قلنا الاستقبال بتاع الاهلي لو جه كويس هيقدر عبد الله يشتغل يعني قوه الموجه الاولانيه السريع بمنتهى السهوله، زي ما شفنا الكره خلصت. احمد سعيد على السيرف، بيلعب ارسال سبايك فلوتر على الليبرو، كرة في الشبكة طبعا ما لمستش حد، ضربة في ضربت كرة في سن الشبكة وطلعت بره. النقطة السابعة للنادي، النقطة الثامنة للنادي الأهلي. ابتدى أحمد سعيد بيوجه سيرف دلوقتي، عايز يوجه سيرف عشان يحد من ضرب بعض اللاعبين، يعني هو بيوجه الإرسال ناحية مصطفى. أبو سعود استقبال كويس وبيضرب من ستة بمنتهى القوة. اشرف لجأ ان هو يضرب من منتصف الملعب الخلفي من سته، لجأ كتير، ثلاث كور والثلاثه خلصوا زي ما احنا شايفين،
كوره بمنتهى القوه بتخلص. طيب دلوقتي احنا الفرقتين شايفين تركيز اكتر من نادي الزمالك في بدايه المباراه، ان هو عارف اهدافه ايه، عايز يعمل ايه. الاهلي دلوقتي قطب محتاجين ان هو نبتدي نشغل قطب اكتر، ان هو الكروس البصير بتاعنا. محتاجين ان ناخد بلوكات اكتر عشان نبتدي نفرق بالنقط تاني. عادل على السيرف، وعارفين برضو ان عادل ارساله مميز جدا، السبايك فلوتر بتاعه بيلعب ارسال سبايك فلوتر مميز في المنتخب وفي الاهلي. على السيرف شايفين كابتن احمد مصطفى عمل مجهود جامد جدا الحقيقه مع نادي الزمالك، ونقله نقله جامده جدا السنه دي لمنافس على الدوري. ارسال طبعا بره من عادل شيء مش مقبول دلوقتي، ارسال اوت بمنتهى السهوله بيدي نقطه للفريق المنافس. ارسال لنادي الزمالك مع اشرف الحسن، ارساله المميز برضو في سبايك فلوتر في الشبكه. ابتدت يعني ارسالات كتير تبتدي تضيع من الفرقتين، هما الاثنين كل واحد عايز يحسم الشوط الاولاني، بيفرق كتير قوي بدايه المباراه، بتفرق الشوط الاولاني بيفرق، بيدي دفعه جامده جدا للفريق اللي بيكسبه. هنشوف سير الشوط ده هيمشي ازاي. ارسال مع نجم مصر كابتن عبد الله عبد السلام، صانع العاب النادي الاهلي ومنتخب مصر، هيلعب ارسال سبايك، لعب ارسال سبايك بس ماشي ايده يعني ما لعبش بمنتهى القوه. وطبعا جه الاستقبال لاشرف سهل، فبالتالي برضو هو ابو سعود قدر يضرب بمنتهى السهوله من مركز اربعه، بيخلص الكوره في الزاويه لانه سنجل بلوك لوحده، كوره في الزاويه خلصانه، ما كانش في داعي ان البلوك يشيل ايده يعني، كان كوره يعني هو بيضرب بمنتهى القوه لازم بلوك يخش. استقبال ارسال تاني خارج الملعب من نادي الزمالك، ده يعني دلوقتي في كتير من الارسالات من الفرقتين بيضيع، ده دليل توتر الاثنين في الفتره الحساسه دي من الشوط يعني. ارسال مع جويني بيلعب ارسال سبايك فلوتر، برضو ارسال وصل لاشرف، نفس الموضوع يا جماعه، احنا بنتكلم الارسال لو بيعدي سيرف بس بيبقى يعني خطر جدا على النادي الاهلي ان هو يفضل يعدي سيرف بس، لازم الارسال يبقى مؤثر شويه. شايفين الاستقبال جاي الاشرف على ايده في الدايره، فبالتالي هو يقدر يعمل اللي هو عايزه، يقدر يدخل سريع ويلعب رضا الرفع القصير اللي هو بيحبه ويعمل اللي هو عايزه. ارسال مع نادي الزمالك تاني، ارسال سبايك فلوتر، ضربة قوية من قطب في جت في البلوك وبره، كويس قطب. السكور تاني قرب شوية 12-13، محتاجين الأهلي عشان يقدم يعني يتقدم بالسكور، كل اللي محتاجه دلوقتي إن هو يبتدي يقوي السيرف بتاعه وعشان يعرف ياخد بلوك أو عشان يعرف يجيب نقط مباشرة. إرسال مع عبو، عبو سل في خمسة، عبد الله جت كونتر اتاك كويس برضو ما استغلهوش الاهلي. جه طبعا كونتر اتاك للاهلي ما استغلناهوش، والزمالك خد البلوك ده. طبعا يا جماعه دلوقتي احنا شايفين ماتش، يعني الماتش داخل يعني اللعيبه الاثنين مشدودين جدا، اللعيبه الفرقتين مش بيأدوا، انا مش شايف يعني ان لعيبه الاهلي خاصه مش في لعبهم خالص، محتاجين ان هم يفوقوا، محتاجين ان هم كل واحد يلعب بالمستوى بتاعه الطبيعي، محتاجين ارسالات قويه، محتاجين الدنيا يعني تفوق شويه دلوقتي. طبعا في التايم اوت ده دلوقتي احنا في 16-12 يعني لسه في منتصف الشوط، شايفين ان يعني لعيبه الاهلي اكيد ميدو هيكلمهم ان هم يبتدوا يقووا الارسال بتاعهم شويه، يبتدي الدنيا تبتدي تتظبط شويه. شايفين تايم اوت، اللعيبه مستعد انها تنزل. لعيبه الزمالك برضو خلصوا الكلام مع المدير الفني ومستنيين ان هم يخشوا. طبعا دلوقتي اللي احنا شايفينه في الملعب، شايفين يعني قوام المنتخب كله موجود في الملعب، لعيبه المنتخب كله، كل المنتخب المصري كلها موجوده في الملعب مع نادي الجيش. طبعا يعني ده الماتش ده بنستناه، كل الناس بتستنى انها تتفرج على ماتش الاهلي والزمالك، تتفرج على ماتش قمه، بتتفرج على قمه في كل حاجه،
قمة اللعيبة، الإدارة الفنية، يعني نتمنى التوفيق للفرقتين. رضا على الإرسال تاني، بيلعب إرسال سبايك سهل بس استقبال وحش قوي من معوض، والزمالك بينجح إن هو يجيب النقطة ال17. إرسال تاني مع رضا، يعني شايفين يعني الاستقبال ما كانش صعب، يعني الإرسال ما كانش صعب، كان لازم يبقى الاستقبال أحسن من كده شوية. إرسال تاني مع رضا، بيلعب إرسال بمنتهى القوة عند معوض، استقبال ضرب من أحمد سعيد في الملعب من أحمد عبد العال. شفنا أحمد عبد العال نزل مكان أحمد سعيد، طبعا أحمد عبد العال هو يعني استقباله أحسن شوية من أحمد سعيد ويقدر يتقلص الكور اللي مش مظبوطة أحسن شوية، وده اللي حصل دلوقتي. نزل خلص كورة صعبة الحقيقة مع دبل بلوك أحمد عبد العال رقم 11. شايفين سيرف مع أود، ابتدى يلعب رسالة منتهى القوة بس أوت، يعني برضو محتاجين تركيز شوية في السيرف يا جماعة. رسال بيروح لنادي الزمالك مع سعودي، أحمد سعودي على السيرف، كل شايفين ترقب على الشبكة ازاي من لعيبة نادي الزمالك. ارسال يعني بيلعب ارسال قوي جدا في نص الملعب، وبيخلص برضه احمد عبد العال على التاتش بره. طبعا احمد نزل عمل فرق شويه ان هو خلص الكور اللي هي بتبقى مش مظبوطه قوي، بيخلصها بمنتهى الحرفيه، بيضرب تاتش على بره، لعيب حريف خبراته عاليه، برضه كان راجع من اصابه السنه اللي فاتت، ابتدى يخف شويه وفرق كتير مع الاهلي رجوع. هجوم تاني من رضا من ورا، ارسال ضرب قوي جدا من بره ال 3 متر. اشرف بيعرف ينوع اللعب كويس، شايفين اشرف في بدايه الشوط ده لعب من الضرب من الخلف كتير، يعني شايفين رضا، شايفين سعودي بيضرب من سته، يعني البلوك بتاع الاهلي مش مظبوط للكور اللي من خارج 3 متر. الارسال تاني بيروح للزمالك مع شهاب رقم 5، ارسال جاي سهل العادل، استقبلها وضرب هو سريع. زي ما قلنا اي استقبال بيجي لعبد الله على في, في, في نص الملعب بيعرف يلعب بيه سريع وبيخلص كرة بمنتهى السهوله. زي ما شايفين عادل طلع ضرب كرة توف في منتهى الجمال، كويس يا عادل. الارسال بيروح تاني للنادي الاهلي، الارسال الاهلي عشان يعوض الفرق ده لازم يشتغل على السيرف، يلعب ارسال بمنتهى القوه والبلوك، هو ده المفروض الاهلي يشتغل عليه دلوقتي، يعني ما يديش ابدا ارسال تاني لاشرف سهل ان هو يهاجم بيه. شايفين لعيبه النادي الاهلي بتحفز، ارسال فلوتر في 6، ضرب سريع بس بلوك طلع له كويس قوي، عبه خده، ضرب من 4 تاني، بلوك ابتدى يتظبط شويه من بره تاني، بلوك ابتدى يشتغل كويس، ابتدى جويني خد بلوك، عيبو خد بلوك، يعني هو ده الكلام ده اللي نقدر نبتدي نعوض بيه الفرق. ضربه من بره في الشبكه من رضا، ونقطه للنادي الاهلي، النقطه 16، قرب الفرق شويه 16. ارسال مع شريف احمد، بيلعب ارسال في 5، ارسال كويس، اشرف بيعدي الكوره حلوه، اشرف لعب كوره حلوه قوي، بليس النقطة ال20. أشرف مشهور بالكرة دي برضو، لازم لعيبة الدفاع المنخفض تكون عاملة حسابها إن هو ممكن يعملها في أي وقت. نقطة حلوة للزمالك، النقطة 20، 20-16. نبتدي المرحلة الأخيرة من الجيم، إرسال مع أشرف على جويني، عبد الله بيرد على أشرف، تاني عبد الله بيلعب كرة لجويني، كرة في الملعب، كرة كويسة من 4 في 4. شكري جويني ابتدى يشتغل، 4 بالكرة دي كويسة قوي من 4، بيضرب من 4 في 4. الإرسال بيروح تاني للنادي الأهلي، لكن زي ما قلنا النقط بتيجي بحاصد صد أو بإرسال قوي، ده اللي يعوض الفرق. إرسال من عبد الله قوي في 1، طلعت الكرة بره، ده اللي بنقوله، لازم بلوك قوي، بلوك قوي أهو، هو ده الكلام اللي إحنا بنقوله يا جماعة، بلوك ارسال طلع الاستقبال بره ال 3 متر، وبالتالي صعب الكوره على اشرف ورفعها في 4 مع دبل بلوك او 3 بلوك، قدروا ان هم ياخدوا نقطه مهمه جدا بتقرب الجيم، بقينا 20-18. يبقى دلوقتي يا جماعه شايفين الحاجه اللي تخلي الاهلي يبتدي يعوض الفرق ويبتدي يتقدم في السكور،
السيرف القوي الموجه والبلوك القوي، ده اللي حصل دلوقتي في النقطتين اللي جم اللي عوضوا الفرق شويه، قرب السكور من بقى 18 20 بعد ما كان الفرق 4 نقط. النادي الاهلي دلوقتي كل المطلوب منه اعتقد ان الميدو بيتكلم فيه هو استمرار في السيرف القوي وتركيز في حائط الصد، ان الايدين تبقى جوه، الكور اللي متشد على العصيان ما انطرش معاه، يعني الكلام كله هيبقى في الموضوع ده. سيرف تاني مع عبد الله اعتقد برضو هيكمل ارساله القوي. ارسال مع عبد الله نجم المنتخب المصري. عبد الله بيلعب ارسال قوي زي ما قلنا برضو بره. 3 بلوك برضو مع رضا، نفس الموضوع يا جماعه، لكن المره دي جت في البلوك وطلعت بره. طبعا عبد الله عمل الجزء الخاص بيه، عمله باجاده، طلع الاستقبال بتاع نادي الزمالك بره، لكن البلوك الحقيقه كان طالع ايديه عاليه، فبالتالي جت في ايديه ونزلت في ملعبه وراحت الكوره لنادي الزمالك. نزل دلوقتي شايفين عمر نازل على سيرف نادي الزمالك، نازل يلعب سيرف. طبعا اعتقد الرسال بتاعه سبايك فلوتر. ارسال سبايك فلوتر على مركز واحد وعبد الحليم سريع، لكن الكوره كان استقبال جوه ملعب الزمالك، عبد الله ما لحقهاش، لحقها من جوه ملعب الزمالك، وبالتالي اتحسبت على عبد الله ان هو رفع من جوه ملعب الزمالك. صح، قرار صحيح طبعا للحكم، وعبد الله جاب شبكه في الكوره. طبعا المشكله كانت في الاستقبال هنا، طبعا ميدو على طول بيطلب التايم اوت دلوقتي لان رجع تاني الفرق ال4 نقط بغلطه استقبال من جويني. الماتش ده يعني ماتش الاهلي والزمالك غلطاته لازم تبقى قليله جدا، الماتش ما ينفعش ان هو يمشي كوره نخلصها وكوره نغلط فيها، الماتش كله لازم يمشي بتركيز في الاستقبال وفي الرفع في كل حاجه. شايفين يعني لعيبه الزمالك عندها حماس جامد جدا في انها تاخد الشوط ده. عمر عرابي نزل على الارسال، عمل ارسال كويس، لعبه في واحد على جويني، هيكرر الموضوع اعتقد تاني، جويني على يعني في الاستقبال. شايفين عمر رايح على السيرف، ارسال جيد جدا الحقيقه على معوض، استقبال كويس، اول لما يجي استقبال كويس لعبد الله برده بيقدر يخلص كوره بمنتهى السهوله. قطب بيخلص كوره، جويني هو اللي ضرب الكوره دي، ضربها على اللاين كويس قوي، بس ده لان الاستقبال كان كويس يا جماعه، استقبال كويس هو ده نص الطريق لانتهاء النقطه. جويني رايح على السيرف، هنشوف يلعب ارسال برضو، الارسال بتاعه سبايك فلوتر، هيلعبوا على لعيبه 4 اللي قدامه. استقبال راح لاشرف، برضو بتبقى نفس المشكله يا جماعه، نفس المشكله، استقبال بيجي كويس بيقدر لعيبه الزمالك تعمل هجوم. نقطه لنادي الزمالك، نقطه 23، ابتدى الجيم يبقى في مرحله الخطر. شايفين كل النقط اللي جات لنادي الزمالك جايه من غلطات في الاستقبال عندنا، وبتيجي كور سهله في لاشرف من ارسالنا، وبالتالي هو بيعمل اللي هو عايزه في الهجوم. نقطة 23 للزمالك، بيقرب من ان هو ينهي الشوط. ارسال مع مجدي لعيب مركز 3. سيرف بره بره، النقطة 20 للنادي الاهلي. طبعا دلوقتي يعني مفيش قدام غير لعيبة الاهلي غير ان هم يخاطروا في السيرف كمان بقى، مش ان هو يلعب ارسال، لا لازم يلعب ارسال بمنتهى القوه في الوقت ده، الفرق 3 نقط، يعني لو لعبنا ارسال سهل هيبقى سهل على اشرف انه يخلص الكوره، فلازم ارسال يبقى بمنتهى القوه دلوقتي. ارسال مع عبو اعتقد، عبو مع السيرف بيلعب ارسال برضه في الاوت يا جماعه، لا مش معقوله كده، يعني غلطات كتيره قوي في السيرف، يعني ارسال يا اما ضعيف او بيطلع بره، لازم الامر ده يتعدل يا جماعه. ويروح ارسال للزمالك، الجيم بوينت بتاع السيت بوينت بتاعت الشوط 24 20 نادي الزمالك.
نزل عمل تغيير، كابتن احمد مصطفى نزل اللقاني على في البلوك مكان اشرف، لكن السيرف طلع بره، لعب ارسال بمنتهى القوه والسيرف طلع بره. نقطه 21 للنادي الاهلي. شفنا تغيير دلوقتي، حسام نزل الملعب، حسام نزل ملعب مكان عبد الله. نقطة 21 والإرسال مع قطب، لازم يلعب إرسال قوي، إرسال قوي فعلا، وقدر النادي الأهلي ياخد بيه نقطة، نقطة مهمة جدا. 22 إرسال قوي، الاستقبال بتاع الزمالك جه على الشبكة، قدر عادل يخلص النقطة دي. 22 24 إرسال تاني مع إرسال تاني مع قطب، لازم هيلعب إرسال قوي برضو. كابتن احمد مصطفى خد تايم اوت طبعا، عايز يوقف ارسال قطب. 22 24 في الجيم الاولاني، لعيبه الاهلي لازم تلعب لغايه اخر نقطه، لعيبه الاهلي لازم تقاتل، الجيم لسه ما خلصش، ده الكلام اللي لازم يتقال دلوقتي. الارسال لازم يتلعب بمنتهى القوه، ما نقلقش من حاجه، نلعب ارسالاتنا، ده برضو الكلام اللي لازم يتقال دلوقتي. يركز ركز، يلعب بلوك هجومي. 24 22 والارسال مع قطب، وشفنا حسام نازل مكان عبد الله، بلوكه احسن شويه. يلا يا قطب، بيلعب قطب سيرف، امنه شويه، الاستقبال جه وقطب تاني بيخلص كوره مهمه اوت. شوت جات لنا الكوره الحقيقه، لكن قطب ما استغلهاش وشاط كرة في الاوت، كانت نقطة مهمة جدا، كرة مرفوعة لقطب من بره، طلع شاطها في الاوت في وقت مهم جدا. النقطة ال 25، وبينتهي الشوط الاولاني للزمالك 25 22. طبعا لو اتكلمنا عن الشوط الاولاني ده، الشوط الاولاني يعني كان الزمالك كان احسن من اول الشوط، ركز في ارسالاته جامد، قادر ان هو يخلي ارسالات النادي استقبال النادي الاهلي بره. اي كوره كانت بتيجي لعيبه مركز اربعه كانت بتخلص بمنتهى السهوله، لان الاستقبال بتاع نادي الزمالك كان افضل في الشوط ده. طبعا يعني زي ما قلنا قبل بدايه المباراه، تملي الفاصل في مباراه القمه دي بيبقى الارسال والاستقبال. ارسال النادي الاهلي كان مش بالقوه الكافيه، استقباله كان كتير بيطلع بره منطقه الثلاثه متر، وبالتالي كان ما بنستفدش بكل عناصر الهجوم اللي عندنا. شايفين اهو يعني في الاعداد الكره بتيجي على طول جايه لاشرف في منطقه الاستقبال، في منطقه الرفع المفضله ليه، فبالتالي قدر ان هو يخلص معظم الكور اللي جات له. النادي الاهلي كل المطلوب ان هو يعمله دلوقتي ان هو يبتدي يغير سيرفو شويه، يقويه شويه، الحائط الصد بتاعه يبقى متماسك اكتر. انتهى الشوط وبنبتدي الشوط الثاني ان شاء الله بتشكيل بأداء أفضل بإذن الله. قبل ماشي فيها. هنطلع فاصل ونعود تاني على بداية الصوت التاني إن شاء الله. بداية الشوط الثاني والإرسال كان مع أشرف، قدر إن هو برضه يلعب إرسال على جويني، وشاط جويني واتخذت منه بلوك من نادي الزمالك. أول نقطة في الشوط الثاني، إرسال مع أشرف لسه على نفس اللاعب. قطب بقى ابتدي بقى يا أخي بقى، قطب بقى ابتدى أهو، ابتدى شاط الكورة واحد واحد. يعني لازم قطب يشتغل، أنا قلت يعني لازم قطب يشتغل أكتر من كده، ما دام الاستقبال ابتدى يطلع بره شويه يبقى كروس بصير هيبقى عليه عبء كبير، فبالتالي قطب هو اللي لازم يشتغل دلوقتي ويشتغل كويس كمان، محتاجينه. ارسال في الشبكه، ارسال في الشبكه من النادي الاهلي. النقطه الثانيه للنادي الزمالك من عبد الله، ارسال في الشبكه، وبيروح الارسال لنادي الزمالك مع مصطفى. مصطفى ابراهيم على الارسال من نادي الزمالك،
سهل سهل المعوض كويس على طول يا جماعه، على طول زي ما قلنا استقبال كويس على طول، عبو يخلص كوره بمنتهى السهوله، كوره صاروخ في الملعب على طول. اول لما الارسال، اول لما نستقبل الارسال كويس في منطقه المنطقه المفضله لعبد الله، خلاص ننتهي الكوره بمنتهى السهوله زي ما شايفين كده. 2-2 ارسال قصير ويخلصها سريع. اه ارسال قصير بس يعني كان عايز يخلي السريع ما يضربش، لكن عمل يعني كان عالي شويه السيرف، فلعيب ثلاثه استقبله، محمد مجدي استقبله وضرب كره بمنتهى القوه ويخلص كره 3-2 لنادي الزمالك في بدايه الشوط الثاني، ويروح على السيرف محمد مجدي اللي جاب النقطه الحلوه اللي فاتت، ارسال على جويني. انا شايف ان كل الارسالات بتتلعب على جويني. اوض كره تاتش وبره، حلو يا اوض كويس. ابتدى اوض بيشتغل، ابتدى يخلص كل كوره، الماتش ابتدى يمشي ايكوال تاني 3-3. مخلص كورتين دلوقتي قطب كويسين تمام، من اعلى نقطه بيضرب بمنتهى القوه 3-3، وارسال مع عبو لازم يسرع سيرفو، ارسال سريع اشرف لرضا اوت، كوره في الاوت، اول تقدم للاهلي 4-3. ابتدينا نركز في السيرف شويه، كل اللي محتاجينه زي ما قلنا تركيز في السيرف والبلوك هيعمل فرق على طول. حب يهرب من البلوك، شاط في الاوت تاني، ارسال من عبو راح لاشرف، سريع اتاخدت بنده كان ممكن يلحقها عبو، لكن الحقيقه السريع برضو في الزمالك مؤثر جدا، لان اشرف بيلعب يعني بينوع اللعب، بيلعب شويه سريع وبعدين يرجع يرفع لرضا وبعدين يلعب من بره التلت، بينوع لعبه كتير. ارسال مع رضا بيلعب ارسال منتهى القوه من الاول، من اللعيبه اللي ما بتخافش في ارسالها رضا. ارسال مع رضا في بدايه الشوط الاولاني، ارسال بمنتهى القوه في الاوت 5-4 للنادي الاهلي. ما بيخافش رضا الحقيقه، هو بيلعب ارسال بمنتهى القوه لكن تطلع اوت. شايفين لاعب ارسال بمنتهى القوه بس اوت بمتر. ارسال مع قطب، هل هيعمل سيرف قوي؟ قطب مميز بالسيرف، يعني من اهم مميزات قطب السيرف، بيلعب ارسال بمنتهى القوه وطلع الاستقبال بره. نتمنى حائط صد قوي للاهلي، لكن الحقيقه خلصها كويس لعيب مركز 4 سعودي، خلص كرة قوية جدا كانت صعبة الحقيقة، خلصها تاتش بلوك وجاب نقطة وخمسة خمسة. ماشيين نقطة بنقطة الفرقتين في بداية الشوط الثاني، شوط مهم جدا للفرقتين. إرسال مع سعودي برضه هيلعب إرسال قوي مع الوسط، إرسال قوي جدا، كرة بتطلع بره منه، ومحمد احمد عبد العال برضه بيخلص الكوره صعبه زي سعودي ما خلصها، هو خلصها برضه، برافو يا احمد، كوره حلوه جدا، كانت يعني كوره صعبه مرفوعه يعني من بره قدر يخلصها 6-6. ماشيين ايكوال الفرقتين دلوقتي. ارسال سبايك فلوتر على لعيبه 4 وبرضه من بره من خارج الثلاثه متر، رضا متالق وبيضرب الكوره في مركز واحد من واحد لواحد، ارسال ضارب بمنتهى القوه الحقيقه، حلوه حلوه حلوه، ضربه كويسه جدا. بيروح الارسال تاني لنادي الزمالك، ارسال قوي تاني، جويني بيخلص كره حلوه، كره حلوه قوي، كره حلوه جدا، الكره دي من 4 متشاطه في 6 جامد جدا، حلوه يا احمد كويس. استقبال وبيضرب جويني، كرة كويسة قوي في 6، حلوة الكرة دي تمام. 7-6 للنادي الأهلي. إرسال من عادل، عالي شوية يا عادل، سرع إرسالك، ضرب قوي جدا في 6، ديفنس من عبد العال كويس لكن ملحقهاش عادل، معلش. 7-7 ماشيين نقطة بنقطة، ما زلنا ماشيين نقطة بنقطة، فرقتين ماسكين في الشوط ده، هما الاثنين متمسكين ان هما يكسبوه،
مركزين ان هم كلكم ما يغلطوش. كان ممكن الكرة دي تيجي، كانت كرة قريبة كان ممكن تيجي. ارسال مع اشرف، بيلعب على جويني تاني، قطب يلا يا قطب بقى، يلا بقى قطب، بيخلص كرة حلوة قوي، الكرة التامنة، النقطة التامنة والتايم اوت الاولاني الفني. طبعا دلوقتي يعني القطب ابتدى يتعامل مع المباراة كما ينبغي، يعني اترفع له 4 كور من بره التلت، قدر ان هو يخلصهم، كانوا نقط مهمة. كويس قطب، ده يعني بداية الصحوة للنادي الاهلي. الزمالك الحقيقة بيلعب بمنتهى الثبات لغاية دلوقتي، بيلعب بنفس الطريقة بنفس الاسلوب بنفس التركيز، ده مديله ثبات في الشكل يعني في المباراة من اول نقطة لغاية دلوقتي هم بيلعبوا بنفس الطريقة. ارسالهم كويس، موجهينه على لعيبة 4 او الجويني تحديدا بيلعبوا عليه كتير. الكور الاوت اوف سيستم بتاعتهم بيخلصوها بمنتهى القوة من اعلى نقطة، بيشتغل من بره التلت كتير، اشرف شغال كويس. ابتدى الاهلي دلوقتي قطب ابتدى يشتغل هو كمان، ابتدى يخلص كور بمنتهى القوة، ابتدى يرجع لطبيعته، ده اللي مخلي الفرقتين لسه ايكوال، الاهلي فارق نقطة 8-7. هنشوف الشوط هيمشي ازاي. غالبا الماتشات دي يا جماعه يعني الفرق بيحصل في منتصف الشوط، يعني تلاقي كده في نص الشوط في فرقه فرقت 3 4 نقط وبيفضل هو الفرق كده على طول. هنشوف ايه اللي هيحصل في الشوط ده. ارسال مع عبد الله، ارسال بمنتهى القوه في واحد، طلعت الكره بره اوت، ده الكلام اللي بنقوله، الارسال القوي بتاع عبد الله طلع الاستقبال بتاع الزمالك بره، وبالتالي بقت الكره صعبه قوي على لعيب مركز 4 انه يخلصها، فشاط الكره في الاوت اللعيب رقم 17 رضا، شاط الكره في الاوت 9-7، نقطتين، اول مره الاهلي بيفرق بنقطتين. ارسال مع عبد الله، هل هيستمر في سيرف قوي؟ استمر في سيرف قوي وبيشوط كرة قوية جدا على الخط، بيطلعها معوض، ديفنس حلوة قوي، أحلى نقطة للأهلي دلوقتي. لازم 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 لازم، برافو برافو، ابتدى النادي الأهلي يلعب. إيه اللي حصل؟ في كرة دفاع منخفض من 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 معوض، طلع كرة ديفنس قوية جدا متشاطة من رضا، قدر من مصطفى، قدر إن هو يطلعها ديفنس، وبعدين الكرة اللي وراها من رضا خد بلوك، ابتدى حليم ياخد بلوك، نقطة مهمة جدا، النقطة العاشرة، 3 نقط فرق للنادي الأهلي. ابتدى الأهلي يلعب بمميزاته، حائط الصد القوي للأهلي أكتر حاجة بتميزه، طول عمر النادي الأهلي بيبقى مميز جدا في حائط الصد والإرسال القوي. نشوف عبد الله هيكمل إرسال قوي، إرسال يعني إرسال نقطة مباشرة من عبد الله، عمل سبين كده في واحد، إرسال مميز جدا من عبد الله، 11-7، برافو يا عبد الله. برافو يا عبد الله. عبد الله ابتدى يستعمل خبرته، ابتدى يلعب على نقط الضعف في الزمالك، ابتدى يوجه الارسال للعيبه اللي استقبالها قليل في الزمالك، ده على طول عمل فرق ال4 نقط. برافو، انا شايف الاهلي ابتدى يخش في المباراه تمام. يعني عشان نكمل الشوط ده كده لازم نفضل بالارسال بنفس القوه، لازم التركيز في البلوك زي ما احنا شغالين لغايه لما نطمن للشوط. عبد الله بيوجه اللعيبه زي ما احنا شايفين، وعبد اللطيف بيقوم برضو بدور مع ميدو في توجيه اللعيبه، وده على طول بيميز لعيبه النادي الاهلي، الناس كلها ايد واحده وبيحاولوا ان هم يقوموا اللعيبه ويكسبوا الشوط ده. عبد الله ما زال على السيرف، هل هيكمل ارسال قوي مؤثر؟ عبد الله السيرف برضه سبن من عبد الله، تاني عملها هي بالظبط، هي عبد الله بيجيب النقطة. الحقيقة 5 نقط على الإرسال من عبد الله، إرسال مؤثر وإرسال بنقط على طول، ودي طبعا طول عمرها من مميزات عبد الله، السيرف القوي المؤثر. عمل سبن جميل، إرسال كويس جدا من عبد الله، تاني عبد الله، إرسال قوي المرة دي في 6، ومصطفى تاتش وعلى بره. يعني الحقيقه عبد الله عمل فرق في الشوط ده في السيرف، قدر الزمالك يكسر السيرف بعد 6 نقط، بس السكور بقى 8-12 8-12 في الشوط الثاني من المباراه. نزل جبل طبعا مكان رضا رقم 3،
في الزمالك. ارسال قصير على تويني، استقبال كويس من الاهلي وضرب في الاوت. طبعا مش وقته خالص نبتدي تاني كور نقط، لكن هي يعني توجيه ارسال كويس برضو من نادي الزمالك. استمرار سيرف مع نادي الزمالك 12-9. سال مع مصطفى، لعب برضو على تويني، ما خلصش الكوره، ضرب الكوره من اتنين، طلع الديفنس، لعب مستمر. هجوم قوي طبعا من سته، زي ما اشرف العادي، زي ما اتفقنا، ما دام الكوره بتيجي لاشرف سهله بيعرف يعمل تشكيلات هجوميه جميله جدا، وقدر يطلع مصطفى لوحده خالص من سته، بيخلص الكوره بمنتهى القوه. طبعا ميدو لازم ياخد تايم اوت دلوقتي، فعلا ان هو الزمالك قدر ان هو يجيب ثلاث نقط ورا بعض، السكور بقى 10-12، بعد ما كنا فارقين بخمس ست نقط رجع الفرق نقطتين تاني، ويرجع الفرق تاني في الملعب. طبعا التوجيه دلوقتي لعبه ان هو لازم الكره لما تيجي سريع كويس لازم يخلصها من الاول، التوجيه ليه ان هو في البلوك يدخل ايديه جوه ما يطلعش ايديه لبره، يعني في حاجات كده دلوقتي في الصوت ده لازم تحصل عشان الاهلي يقدر ان هو يكسب. الارسال مع نادي الزمالك تاني مع مصطفى، مصطفى ابراهيم نجم نادي الزمالك على الارسال، قدر برضو ان هو بالسيرف ان هو يطلع بالسكور شويه ثلاث نقط. استقبال ارسال مع نادي الزمالك، زويني بيلعبوا عليه الارسال كتير، النجم التونسي. ارسال معوض، استقبال وحليم، وتاخد بلوك قوي جدا من نادي الزمالك، من محمد مجدي ناشئ نادي الزمالك واللاعب سنتر، بلوك قوي جدا طالع، بلوك حلو جدا من عيبه الحقيقه. 11-12 بيقرب لسكور، سكور قرب خالص، اربع نقط للزمالك ورا بعض. ارسال يستمر مع مصطفى، بيلعب برضو ارسال قصير، معوض قطب بيضرب كوره على الخط، بتطلع ديفنس ويخش مصطفى يضرب بمنتهى القوه، لكن بره يعني بمنتهى القوه، تقترب من التهور شويه، الكوره كانت واطيه تضربها بمنتهى القوه بره. 13-11 للنادي الاهلي، فرق نقطتين تاني، ويرجع السيرف للنادي الاهلي. استقبال، ضرب من جبل في بلوك، كرة جاية كويسة نستغلها نجيب نقطة بيها، يلا يا قطب، يلا يا قطب، يلا يا قطب، حلوة كويسة، شوطة قوية جدا من قطب من مركز اتنين، جالنا كونتر اتاك عرفنا نستغله كويس. يا قطب، قطب شاط قنبلة الحقيقة، رفعة حلوة قوي من عبد الله، طلع شراطها زي الصاروخ في واحد، برافو يا قطب، كرة قوية جدا. ارسال تاني من جويني، لازم حاط صد تاني من عبه، ونبتدي نفرق تاني 15-11، برافو يا عبو، حائط صد قوي جدا من عبو، وارسال مؤثر جدا من جويني، ويبتدي الاهلي يفرق تاني 15-11. ابو السعود شاط الكوره طبعا، شاطها بمنتهى القوه في مركز ثلاثه، كانت سهله قوي على عبو انه ياخدها، برافو يا عبو. ارسال قصير، مش عايز يلعب سريع، لكن هو عشان أمنه شوية فكان عالي، قدر إن هو يستقبلها ويضرب بمنتهى القوة لعيب مركز ثلاثة من نادي الزمالك. لاعب ماتش كويس قوي نمرة 15 محمد مجدي، ناشئ صغير وبيلعب ماتش كويس قوي، تحت 19 سنة وهو على السيرف دلوقتي، بيلعب إرسال سبايك فلوتر، إرسال في خمسة، استقبال جه كويس لعبد الله، ويشتغل قطب، ويشتغل قطب، برافو يا قطب، برافو يا قطب، برافو يا جماعة. 16-12 اللي حصل، الفرق الشوط ده عن الشوط اللي فات هو ان قطب اشتغل، قطب اشتغل خلص كل الكور اللي جات له، حليم اشتغل في البلوك خد نقطتين بلوك، اللعيبه بتاعتنا الاستقبال بتاعنا بقى كويس، ونتيجه الموضوع ده كله ان السكور بقى 16-12. الاهلاويه ابتدوا يفرضوا سيطرتهم في الشوط ده، الاهلاويه ابتدوا يرجعوا للماتش، الاهلاويه عايزين يحسموا الدوري النهارده. نتمنى لهم التوفيق، شايفين الحقيقه نادي الزمالك يعني
كل الاحترام والتقدير للفرقه، فرقه محترمه. كابتن احمد مصطفى مقدم اكتر من 4 لعيبه صغيرين في الملعب، بيقدمهم لمنتخب مصر والنادي. كل الاحترام لكابتن احمد مصطفى، مدرب من اعظم المدربين المصريين. برافو نادي الزمالك على ادائه لغايه دلوقتي في الدوري وفي المباراه دي. يرجع تاني ارسال مع النادي الاهلي. على الخط. عبو بيلعب ارسال قوي. تاتش. يعني لعيب مركز 2 ضرب كوره قويه جدا على التاتش وبره، البلوك كان طالع ايديه عاليه مش جوه. وتروح الارسال لنادي الزمالك 16 13. ارسال مع جبل. جبل برضو مميز بارسالات قويه، يعني من مميزاته طول عمره ارساله قوي. لعب ارسال قوي جدا برضو، قدر ان هو ياخد بيه نقطه. يعني كل فرقه بتاخد الارسال بتجيب بيه تفرق بيه نقطتين. جبل لعب ارسال قوي، استقبال من معوض جوه الملعب الزمالك، نجح شهاب ان هو يخلص الكوره مباشره في الملعب. تاني جبل ارسال قوي في الاوت 17 14 للاهلي، ويروح الارسال للاهلي. لازم الاهلي يستمر في لعب الارسالات القويه، لازم الماتش ده كله كده، ما ينفعش ان احنا نعدي سيرف. يلعب ارسال بمنتهى القوه، ما تخافش. شايفين ميدو بيكلمهم بيقول له هيرفع فين. الاستقبال ابو السعود ومصطفى ورضا طبعا الليبرو بتاع الزمالك. شايفين تحفز في الاستقبال. وارسال مع عضب. ارسال مع عضب شاط، لعب ارسال بمنتهى القوه، بس يعني الحقيقه ان هو قصير شويه فجه في الشبكه، وتروح النقطه ال 15 للنادي الزمالك. كان عايز يلعب ارسال بمنتهى القوه صحيح، لكن كان ريسكو زياده عن اللازم وبات في السبت. 15 17 في المراحل المهمه من الجيم دلوقتي. ارسال مع ابو السعود بيلعب على احمد، على احمد وبيخلص ديفنس كويس جدا من رضا، وبلوك تاني كويس قوي. برافو برافو حاط صدي الاهلي. شايف انا حسام نزل في حائط الصد وخد حائط صد فعلا جيد جدا. برافو يا حسام. 18 15 في الشوط الثاني، شوط مهم. ارسال مع عبد العال، احمد عبد العال هيلعب ارسال سبايك فلوتر. ارسال على مصطفى وجبل من ورا، قويه كره قويه في واحد الحقيقه، رغم ان الاستقبال كان وحش ورغم ان الكره كانت بره، لكن احمد ارسال لعب احمد عبد العال كان كويس، قدر يبوظ استقبال في الزمالك. لكن جبل بص خلص كوره، يعني رفعها له الليبرو، كوره صعبه خلصها. برافو يا جبل، خلص كوره في الملعب منتهى القوه. 16 18 16 18 كوره مهمه جدا للنادي الاهلي. قطب حط بليس، اشرف طلعه وبيضرب جبل من خارج الثلاثة متر. تاني قطب من بره حط بليس، كرة سهلة، كرة سهلة تاني من 6، وبيخلص بمنتهى القوة بمنتهى القوة. بيخلص مصطفى إبراهيم لاعب مركز 4 في نادي الزمالك، بيخلص كرة بمنتهى القوة في الملعب. النقطة 17 17 18 السكور بيقرب، السكور بيقرب. شايف في مناقشات مع لعيبة الزمالك مع الحكم، حكم المباراة. ارسال مع شهاب لاعب المنتصف في نادي الزمالك، بيلعب ارسال على شكري جويني تاني. وعادل كان لازم تخلص الاولانيه كمان يا عادل، خلص كوره كويس سريع. 19 17
الاهلي تاني بيتكلم اهو، الكوره جت على الشبكه، نقدر نخلص كوره سريعه بمنتهى السلاسه من محمد عادل وعبو. عادل ارساله كويس، ممكن يلعب سبايك فلوتر برده موجه، يقدر يطلع الاستقبال بتاع نادي الزمالك برده. عادل برده في الشبكه كتير كتير يا جماعه، كتير ارسالات واقعه كتير، ارسالات ضايعه كتير، مش في الوقت ده يعني، مش في الوقت ده يا عادل ان احنا نضيع صرف الحقيقه. 18 19 السكور بيقرب، واشرف على السر، ارسال من اشرف احمد العال، ولعب سريع تاني من عبو في البلوك وبره. اي كره سريعه تقريبا خلصانه، 20 18 للنادي الاهلي. خلص كره صعبه الحقيقه، دبل بلوك معاه، برافو يا عبو. هيروح عبد الله على السر، احنا شفنا حسام نزل الثلاثه بوزيشن اللي على الشبكه مكان عبد الله في البلوك، ودلوقتي بيطلع وبينزل تاني عبد الله على السر. 20 18 استقبال كويس من نادي الزمالك، وبيضرب دفشة في الاوت، بيضرب تاتش وبره، مصطفى ابراهيم تاتش وبره بمنتهى القوه. 19 18 وقت مهم جدا في الجيم دلوقتي يا جماعه. ارسال مع مصطفى، لعيب مركز اربعه في نادي الزمالك مصطفى ابراهيم. شايفين لعيبه الاهلي مركزه، وقت مهم جدا في الجيم. نزل عمر على السيرف مكانه، وبيلعب ارسال في الشبكه. النقطه ال 21 للنادي الاهلي، 21 19 وقت مهم جدا جدا في الجيم. 21 19 للاهلي، بينزل تاني مصطفى ابراهيم. ارسال مع جويني، ارسال مع الوسط، استقبال كويس، وجبل بيضرب بمنتهى القوه في الاوت، في منتهى القوه في الاوت، الكوره ما جاتش تاتش في حد من الاهلي. والنقطة 22 19 22 19 تقدم مريح بعض الشيء للنادي الاهلي. كرة اوت، كرة اوت ما جاتش في حد، عبد الله تفاداها. اكيد الزمالك هيطلب تايم اوت دلوقتي، تايم اوت، النتيجة 22 19. طبعا انا شايف يعني الشوط ده الاهلي لعب فيه كويس على فترات، يعني فترات كتير، يعني في فترة عبد الله ركز في الارسال جاب نقط بيه، عبد الحليم ركز في البلوك خد نقطتين ثلاثه في البلوك، الضرب قطب الى حد كبير قدر يخلص الكور لمركز اثنين، ده يعني ده اللي خلى الاهلي هو دلوقتي اللي يتفوق 22 19. الزمالك الحقيقه مش سايب الماتش، الزمالك الحقيقه بيقاتل في كل نقطه برضه، فده يتطلب ان لعيبه الاهلي يكون في عندها قتال اكتر عشان تدافع عن اللقب اللي هو بيتحسم بالمباراه دي. شايفين لعيب الفريقين نزلوا الملعب، زويني على الارسال، يلعب ارسال سبايك فلوتر، ارسال مموج. شايفين حمدي الصافي الصغير نزل رقم 19، يوسف حمدي الصافي نازل على السيرف، مميز جدا، نازل على البلوك مميز جدا في حائط الصد، رفع من اشرف وحائط صد جيد جدا، وتاني يا يوسف. خد الكرة الأولانية الحقيقة، يوسف خد الكرة الأولانية في البلوك، لكن الثانية ضربت بمنتهى القوة من جبل وخلص الكرة، بقى السكور 22 20. ارسال مع نادي الزمالك، في فرصة للنادي الأهلي إنه يخلص الشوط كويس، أهم حاجة يستقبل الكرة دي استقبال. السيرف مع مجدي، لاعب المنتصف محمد مجدي في نادي الزمالك. ارسال نقطة مهمة جدا للأهلي، استقبال كويس من معوض، وقطب بيخلص، وقطب بيخلص، قطب خلص كورة مهمة جدا، النقطة 23 كانت مهم جدا إنه يخلصها، يحافظ على فرق الثلاث نقط، برافو يا قطب الجيم ده هايل، مخلص كويس قوي الجيم ده.
كرة جامب عالي ما شاء الله بمنتهى القوة، بيضرب الكرة في اثنين بمنتهى القوة. 23-20 الشوط الثاني، الأهلي بيقرب من حسم الشوط الثاني. عندنا على الشبكة دلوقتي عادل وقب وعبد العال محتاجين حائط صد. شريف بيعمل تغيير وبينزل يلعب سيرف. تاتش تاني، خلص تاني تاتش. لعيب رقم 11 من نادي الزمالك معلى، اعتقد اسماعيل معلى نزل لاول مره في المباراه. المحترف التونسي ونجم منتخب تونس، اللعيب ده خد احسن لاعب في بطوله افريقيا اللي فاتت هنا في مصر، نزل مكان ابو الصعود. ارسال كفر كويس قوي، دفاع منخفض من الزمالك وكنت كره سهله بيلعبها النادي الاهلي. خلص يا قطب، كره مهمه كره مهمه كره مهمه. 24 قطب عرف يخلص كوره في منتهى الاهميه يا جماعه، كره عملت رالي كتير راحت وجت هنا وهنا، بس كانت نقطه مهمه انها تخلص، عرف يحط بليس في وقت مهم وخلص بيها النقطه. 24 24 21 للنادي الاهلي، نقطه الصوت، نقطه العوده للمباراه، نقطه الامل في بطوله الدوري. قطب ارسال بمنتهى القوه، ارسال كويس قوي طلع بره، وجبل بيضرب بمنتهى القوه يطلعها قطب ديفنس، كره مهمه وعبد العال ينجح ان هو يخلص الصوت. برافو. 25-21 الاهلي بيستطيع ان هو يكسب الصوت 25-21 بعد لما صلح كل معظم الاخطاء اللي عنده في الاستقبال وفي حائط الصد وفي الارسال. صوت جيد جدا من النادي الاهلي، ابتدى يرجع لطبيعته، كل لعيب ابتدى يستفيد بمميزاته. قدر ميدو يرجع النادي الاهلي لمستواه الطبيعي لكل واحد فيهم. النادي الاهلي دلوقتي تعادل 1-1 في الاصوات، وهنبتدي نلعب بعد 3 دقائق الصوت الثالث. احنا شفنا في الصوت ده، شفنا الاهلي ركز جدا في ان هو يستقبل الكره مظبوط، الكره الاولانيه مظبوط. شفنا في الصوت ده ان عبد الله وحسام في الفترات اللي نزل فيها قدروا يشغلوا قطب في الكور اللي مش مظبوطه في الاستقبال وقدر ان هو يخلصها بنجاح. شفنا ان عبد الله في وقت من الاوقات الصوت ده قدر يجيب 4 أو 5 نقط بالارسالات، فرقت كتير جدا في السكور مع النادي الاهلي. هو ده الفولي، هو ده هو دي روح الفانيلا الحمراء. قدروا ان هم يحولوا الخساره بتاعتهم في الصوت الاولاني دلوقتي التعادل 1-1، وهيبتدوا الصوت الثالث. عندنا دلوقتي في يعني في المنتخب المصري دلوقتي في التصنيف وفي الاتحاد الدولي هو في المركز ال 13، كان في ال 13 وبعدين دلوقتي بقى في ال 16. عندنا في مصر عندنا لعيبه على اعلى مستوى الكره الطايره في العالم، عندنا لعيب زي احمد صلاح من احسن لعيبه العالم، عندنا سناتر زي محمد عادل وعبو من احسن السناتر اللي موجودين برضو. المنتخب المصري الحقيقه يعني الجيل ده قدر يعمل لمصر كتير قوي، قدر ان هو ياخد بطوله افريقيا 6 مرات متتاليه، خسر الاخرانيه بس من تونس، وكانت الاسباب يعني اصابات كانت كتيره جدا في الوقت ده، في وقت بطوله افريقيا اللي فاتت. احمد صلاح كان بيلعب وهو مصاب، عنده اصابه جامده جدا، وقطب برضو كانت في نفس الوقت، فيعني كانت ظروف صعبه. لكن الحقيقه ان المنتخب المصري قدر ان هو يعني يسطر تاريخ الجيل ده للفولي. الجيل بتاع النادي الاهلي دلوقتي اللي قدر ميدو ان هو يعمل توليفه جيده جدا من اللعيبه، قطب وحسام وعبد الله وعبو ومحمد عادل، نجوم مصر، نجوم النادي الاهلي. اعتقد ان شاء الله يعني النهارده هتبقى اول خطوه للجيل ده ان هو يبتدي يفرض سيطرته على الكره الطايره المصريه تاني، ويرجع التفوق تاني للنادي الاهلي بعد اجيال قبل كده كتير. النادي الاهلي طول عمره بيبقى عنده اجيال كده، كل جيل بيجي ياخد
10 سنين يفضل يكسب الدوري مثلا. كان ابتدى بجيل دكتور عمرو علواني، وبعدين بجيل كابتن محمود فرج واحمد زكريا ورضا الغزالي وكابتن نور عطيه، ابتدى الجيل ده برضه خد بطولات كتير جدا دوري وافريقيا. الجيل اللي بعديه جيل كابتن ماجد مصطفى وحمدي الصافي ومحمد مصالح ميدو اللي قدامنا، جه جيل بعديه اللي هو عبد الله واحمد صلاح، اجيال ورا اجيال. الفانيلا الحمراء على طول في المقدمه، الفانيلا الحمراء على طول متسيده الكره الطايره المصريه. في سنتين ثلاثه الدوري النادي الاهلي ما قدرش ياخده، دلوقتي في الطريق لعوده الدرع للنادي الاهلي. الشوط الثالث هيبتدي، شوط مهم جدا الحقيقه، وبدايته بتبقى مهمه جدا. يعني الفريقين لما يبقى 1-1 في السكور، بدايه الشوط ده بتبقى مهمه جدا للفريقين. ارسال قوي جدا من عبد الله في الاول، وضرب ساحق من مركز اربعه، دفاع منخفض جيد جدا، وكوره مهمه، كره مهمه جدا قدر النادي الاهلي ان هو يحسمها بحائط صد. يعني كره جايه كده عبد الحليم لقطها من على الشبكه، خد اول نقطه للنادي الاهلي. بنقول بدايته مهمه قوي الشوط ده، لعب ارسال كويس قوي عبد الله في البدايه، وشايفين اهو الكره عبه قدر ان هو ياخدها من على سن الشبكه. ارسال تاني مع عبد الله، لعب ارسال الاولاني قوي، نشوف التاني. يلا يا عبد الله، ارسال قوي جدا تاني، برافو يا عبد الله. كره جايه تاني لعبد الحليم، هيخلصها برضو، ما خلصهاش، وطلع الكره ديفنس وخلصها بلوك. يعني ما خلصهاش في الضرب، خلصها في البلوك. ماشي يا عبد الحليم. النقطة الثانية للنادي الأهلي. عبد الحليم راح يلعب إرسال ليه؟ الإرسال لسه مع عبد الله متهيألي. حائط صد جيد جدا، ضم كويس قوي وخد كورة حلوة قوي. برافو يا عبد الحليم. إرسال مع عبد الله لسه. إرسال قوي تاني من عبد الله. وضرب من بره الملعب من جبل، قدر يخلص الكورة تاتش من على جويني. 2-1 بداية الشوط الثالث. عبد الحليم عمل الحقيقة بداية كويسة للشوط، خد نقطتين بحائط الصد، أشرف على الإرسال، استقبال من معوض، ضرب قوي جدا من حليم. حليم اشتغل يا جماعة، حليم اشتغل، ضرب قوي جدا من منتصف الملعب، محدش يقدر يلحقه، ضرب بمنتهى القوة. أول لما الثاني أهو بنتكلم، بص منتهى القوة ما شاء الله. من الدور العاشر حليم بيخلص الكوره، والارسال يروح لجويني. جويني على السيرف، ارسال مميز، ارسال مميز بمنتهى القوه، يخلص اوت. ابتدى خلاص خلاص خلاص، ارسال قوي وبلوك قوي، يبتدي السيطره الحمراء على الماتش تبتدي تبان وتظهر. اللعيبه بتلعب دلوقتي بتركيز، اللعيبه دلوقتي بتلعب بحماس، اللعيبه دلوقتي شايفه درع الدوري قدام. شايفين قطب بيكلم عن العيال بيقول له بتركيز نكمل. جويني ارسال كويس برضو، وتاني حائط صد، اكيد انا متاكد ان الكره دي كانت هتتاخد. حائط صد قوي جدا من قطب وحليم، مظلمين الشبكه. يا سلام يا سلام، جبل بيشوط الكره بس رايح فين؟ رايح فين؟ رايح فين؟ ارسال في منتهى القوه، ضرب في منتهى القوة، وحائط صد قوي جدا من قطب وحليم. طبعا قطب اللي خد الكرة دي، وحليم بيهيص معاه يعني كده، يعني بيشاركه. لكن برافو يا قطب، يعني بحائط صد جيد جدا. 5-1 بداية مطمنة جدا للشوط للنادي الأهلي. من بداية الشوط جويني هو على الإرسال، وعبد الله الاثنين لعبوا إرسال قوي، قدروا ان هم يسهلوا المهمه لحائط الصد. الكره اللي فاتت وهي رايحه احنا متاكدين انها هتتاخد بلوك، لان اشرف رافعها من اسفل، والاثنين بلوك رايحين من بدري، والاثنين بلوك ما شاء الله فوق الاثنين متر، قدروا يضلموا الشبكه وياخدوا النقطه الخامسه للنادي الاهلي. احمد مصطفى خد تايم اوت، كابتن احمد مصطفى، وعمل تغيير، هينزل المعله دلوقتي نجم التونسي، نزله مكان مصطفى ابراهيم. هنشوف هيعمل ايه المعلة دلوقتي. طبعا يعني الاشارات اللي احنا شايفينها اللي عبد الله بيعملها، بيقول المعلة مميز ان هو بيعمل تاتشات، يعني هو بيشاور كده ان هو بيطلع وبعدين يعمل، مش هيشوط جامد، هيضرب تاتشو على بره، هيعمل الكره في ايدك وعلى بره. فعبد الله بيقول لهم خدوا بالكم من الموضوع ده. ارسال هيستمر مع جويني، ارسال
لايك فلوتر مميز الحقيقه، قدر يفرق بيه مع تفوق حائط الصد الاهلاوي. شايفين ابو السعود واشرف بيتكلموا مع بعض، وجويني بيركز قبل ما يلعب سيرف. ارسال مع جويني، 5-1 الشوط الثالث. ارسال قصير، ارسال بيضرب قطب كره سهله. يعني الحقيقه هو النقطه اللي فاتت، النقطه السادسه دي، حصل فيها كتير من اللخبطه في الفرقتين، لكن في الاخر بتسرع شويه بيشوطها ابو السعود في قلب الشبكه ويدي النقطه السادسه للنادي الاهلي. 6-1 مع جويني. ارسال قصير تاني وهجوم من ست حائط صد ضل من الشبكه تاني للاهلي. ارسال مميز جدا الحقيقه، بيلعب ارسال قصير علشان بيصعب الاستقبال جدا على نادي الزمالك. قدر ان هو ياخد كره دنك كده زي الدنك بتاع الباسكت. يعني قطب عمل كره شكلها حلو جدا، شايفينها هنشوفها في الاعاده. بص هو بيشوط من سته طبعا مش مظبوطه، حطها بليس لكن قطب وقف في الهواء وحطها له دنك. تاتش بلوك ويروح الارسال، يروح الارسال لنادي الزمالك. ارسال الاهلي فرق باريحيه 7-2 في بدايه الشوط الثالث. البدايه بتفرق، بتخلي اللعيبه تلعب وهي معنوياتها عاليه، بس ده ما يمنعش ان احنا نفضل في حاله التركيز اللي احنا فيه. استقبال من النادي الاهلي بعيد شويه، بس عبد العال خلص كوره الحقيقه يعني من احلى الكور اللي اتشاطت في الماتش. الكوره كانت بره يعني مرفوعه، لو تشوف يعني شايفين عبد الله رافعها من بره وهي بعيد عن الشبكه شويه، لفها على الخط يعني بمنتهى الحرفنه وبمنتهى القوه، قدر عبد العال يخلص احلى كوره في الشوط ده. 8-2 للنادي الاهلي. النادي الاهلي دلوقتي شايفين ان هم مركزين عايزين يخلصوا، شايفين تركيز في السيرف، شايفين تركيز في الاستقبال، حتى الضرب الكوره اللي هي استقبال بيطلع بره شويه، قدر عبد العال يخلص كوره مهمه ويجيب النقطة الثامنة للنادي الأهلي. أنا أعتقد كده إن دلوقتي الأهلي عنده روح معنوية عالية جدا، عنده حماس قوي جدا، عنده رغبة إنه يحسم الشوط بأريحية، الشوط ده يديله يعني أنا مش عايز أقول إن الشوط ده يقربه من الدوري، لأن ده معناه إن هيبقى خدنا شوطين في الماتش، ده هيكون يدينا أريحية جامدة جدا في المباراة دي في الدوري عموما. إرسال هيروح مع عبو. لو لعب ارساله برضه يقدر يجيب نقط مباشره فيه. انا شايف ان نادي الزمالك ابتدى يتهز في استقباله، فهو ممكن يقدر دلوقتي قوي انه يجيب نقط كتير بالارسال. عبه على السيرف، ارسال سريع، ارسال سريع وجيت فعلا استقبال مش مظبوط وقطب بس ما خلصهاش، عايزين اقوى من كده. تاني حائط صد، تاني حائط صد، حائط صد، حائط صد وخارج الملعب. ابو السعود شاط كوره بس البلوك طلع وقافل كويس، بس جت جاست تاتش، جاست اوت. الحكم الثاني، الحكم الثاني قال انها جت في لعيب نادي الزمالك وهي طالعه والنقطه التاسعه للنادي الاهلي، استمرار لتفوق النادي الاهلي في حائط الصد حقيقه. اشرف غير الرفع، ضرب من مركز 2، نزل تاني، رجع تاني رضا، رجع تاني رضا، ضرب الملعب وضرب كوره بمنتهى القوه. 9-3 للنادي الاهلي، وبيروح الارسال للزمالك. ارسال استقبال وحش شويه من عبد العال، جويني بيعدي الكوره سهله، درباكه في نادي الزمالك، درباكه في نادي الزمالك. اشرف بيرفع باك ورضا بيضرب كوره بمنتهى القوه، معوض ديفنس كويس قوي، تعدي كوره سهله تاني للزمالك. سريع، كوره سريعه جدا، سريعه قويه جدا من شهاب في مركز 6، يعني ملهاش لازمه، يعني عدم التركيز دلوقتي ملوش لازمه خالص،
يعني كور سهله جت لنا كتير ما ركزناش فيها ورفعناها اي كلام وما خلصتش. 9-4 الاهلي المفروض يركز دلوقتي يخلص ما يقربش سكور. استقبال من عبد العال كويس، قطب بيخلص الكوره يحطها بليز بيسقطها حلوه يا قطب كويس. 10-4 الاهلي رجع تاني، رجع له الارسال والفرق 6 نقط في الجيم الثالث. حلوه يا قطب حلو. ارسال هيروح لقطب دلوقتي على الارسال، نتمنى انه يلعب ارسال سبايك ساحق قوي. يلا ارسال برضو استعجل ولعبه بسرعه في السبت. 10-5 في تقدم من الاهلي، لكن مش المفروض ان احنا نركن على التقدم ده ونريح، لازم نكمل ضغط عشان نخلص المباراه. ارسال يروح لنادي الزمالك، ارسال سهل، استقبال حلو قوي وضربه قويه جدا من عادل بيفجر الكوره. ارسال سريع جدا، ارسال استقبال كويس جدا من معوض وكوره بمنتهى القوه بيضرب في 5 في المكان اللي واقف فيه الليبرو، لكن مستحيل هيقدر يطلعها. دانا عادل بيضرب، دانا بتخلص، برافو يا عادل. النقطة ال 11-5 شايفين في إصابة لنجم مصر كابتن أشرف الحسن، ألف سلامة عليه، ممكن يكون خد كوع كده أو حاجة. 11-5 النادي الأهلي، نكمل بالتركيز ده. ارسال بيروح للنادي الاهلي تاني، لعب واقف طبعا، يعني عبد الله دلوقتي بيكلم الحكم بيقول له ان في تعطيل للوقت، احنا متقدمين عايزين نخلص، لو في اصابه اللعيب بيطلع على حسب القانون. شايفين معلق بيهزر مع جويني بقى، هما الاثنين مع بعض بلديات. اشرف الحكم بيطمن عليه بيقول له كويس. ارسال مع عبد العال، الشوط الثالث 11-5 النادي الاهلي. ارسال مع عبد العال، ارسال قوي في 5، ارسال كويس، قدر يطلع الاستقبال بره وبيضرب 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 ابو السعود، بيضرب في البلوك وخارج الملعب. نقطة لنادي الزمالك، 6-11. طبعا احنا شايفين بقالنا فتره الاهلي فرق الاول 7-1 وبعدين مشي الماتش نقطه بنقطه، نقطه هنا ونقطه هنا. ابو السعود سيرف، بيلعب ارسال برضو بيحاول انه يقرب الفرق، بالتالي بيلعب ارسال بريسك عالي قوي في الشبكه، والاهلي ياخد النقطه ال 12 بخطا سيرف من ابو السعود. عادل ارساله كويس وممكن برضو يعمل فرق بالسيرف، عندنا اريحيه في السكور، ممكن تضغط بالارسال بتاعك ما تقلقش. ارسال مع عادل، ارسال اوت، اوت ملهاش لازمه خالص الارسالات اللي في الاوت دلوقتي من الاهلي، يعني احنا فارقين محتاجين ان احنا نلعب بتركيز، ما تلعبش بسرعه، ركز خد وقتك. استقبال مع شهاب، ارسال مع شهاب الزمالك، ارسال سريع جدا، وجويني بيخلص كوره حلوه قوي من 4 في 4، بيخلص كوره صعبه الحقيقه، معاه دبل بلوك قدر ان هو يخلصها قويه جدا. حلوه جويني، حلوه قوي قوي قوي، حلوه 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 من 4 في 4، برافو جويني. ارسال مع عبد الله، ارسال قوي جدا من عبد الله، استقبال مش مظبوط خالص من الزمالك، بتجي لنا في لعيبه الاهلي سهله، استقبال وضرب تاني جويني، نقطه تاني، هالنقطه ما احلاها جويني، نقطه حلوه حلوه حلوه، 16 رقم 16 نقطه، 14-7 النادي الاهلي، النادي الاهلي بيفرق. شايفين محسن هيغير، نجم منتخب مصر الناشئين تحت 23 سنة، بيغير بينزل في مركز 3. سلمى عبد الله مازال،
الشبكه ليه ملهاش لازمه برضو. عبد الله ارسال كمل 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 وزود الفرق 14 8 الشوط الثالث 14 8 الشوط الثالث. ارسال راح لنادي الزمالك تحفظ من لعيبه النادي الاهلي. اشرف على السيرف بيلعب ارسال عند معوض استقبال وضرب ثاني بمنتهى القوه. لا قطب متالق برضو خلص بمنتهى القوه على الخط. برافو عود كوره في منتهى الجمال طلع دبل بلوك قافلين له منطقه نص الملعب. هو ضرب بمنتهى القوه على الخط. برافو عود هايل 15 8. عبد الحليم عايز يضرب كل كوره بيشاور لعبد الله الدين. الحاله اللي هو فيها دي حاله تركيز وعايز يلعب. جويني ارسال كويس قوي برضو طلع بره كوره سهله خدها معوض حلوه قوي جات للزمالك تاني ضرب بمنتهى القوه في البلوك. كرة سهلة جاية تاني وبيضرب حط بليس حلوة قوي 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 قطب ويخلص النقطة ال 16 ونروح للتكنيكال تايم اوت 16 8. لعيبة الأهلي فرضة كل سيطرتها على الماتش فرضت سيطرتها في الملعب تماما دلوقتي. تفوق في حالة الصد تفوق في الضرب تفوق في الاستقبال في الإرسال ما شاء الله قربوا جدا إن هم يحسموا الشوط ده. اللعيبه متحمسه عايزه تنهي الشوط. الناحيه الثانيه شايفين الزمالك كابتن احمد مصطفى بيحاول يرجع الزمالك للمباراه لكن يعني الفرق كبير الفرق كبير دلوقتي 18 6 الفرق كبير. النادي الاهلي الخبرات بتاعته اللي في الملعب ابتدت تبان جدا. جويني عامل شوط رائع الحقيقه قطب عامل شوط رائع عبد الحليم عامل شوط رائع ما شاء الله عليهم كلهم. وعبد الله ابتدى ينوع من رفعاته بيشغل الملعب كله بيستعمل كل خبرات السنين عبد الله دلوقتي عشان يعمل الفرق للنادي الاهلي 16 8 النادي الاهلي. الشوط الرابع الارسال معاه شايفين معوض برضو عامل جيم كويس استقبال ماشي كويس بيخوض الخط الخلفي كويس. حليم عايز يضرب برضو زي يعني كل كوره بيكلم عبد الله عايز يضرب. ارسال مازال مع النادي الاهلي. جويني نقطة مباشرة في سن الشبكة ونقطة مباشرة. نقطة ال 17 النقطة ال 17 17 8 النادي الاهلي بيلعب على بلدياته بيلعب على معلة جت في سن الشبكة ونزلت نقطة للنادي الاهلي 17 8 استمرار تفوق الاحمر على المباراة. جويني ارسال قصير تاني استقبال بيبوظ من الزمالك وبلوك وبلوك ضرب خارج الملعب خارج الملعب خالص 18 8 18 8 ارسال المفتاح بتاع كل حاجة. كرة طبعا كانت صعبة قوي على رضا انه يخلصها ضرب في الاوت لان الاستقبال كان بره خالص. احمد مصطفى بيحاول طبعا يوقف الكلام ده تايم اوت تاني 18 8 الحقيقه يعني التكتيك اللي بيلعب بيه ميدو دلوقتي رائع جدا 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 بيلعب بتكتيك سيرف ممتاز بيصعب الاستقبال على نادي الزمالك بيلعب ارسالات قصيره كتير خاصه من جويني بيلعب ارسالات كل الارسالات القصيره اللي لعبها كانت في صعوبه شديده جدا في استقبالها من نادي الزمالك وكانت الكره بتروح لاشرف وحسن بره التلت وبالتالي بيصعب المهمه جدا على لعيبه اربعه بتاع الزمالك مع اتنين بلوكات زي قطب وحليم بيضلموا الشبكه في مركز قدام مركز اربعه. هم مش عايزين مركز اثنين يضرب يعني هو بيلعب التكتيك بتاعه ان بيلعب ارسال قصير ناحيه اشرف الحسن عشان مش عايز رضا اللي يضرب لان رضا بيضرب مع اقصر بلوك في الاهلي. زي بص زي ما احنا شايفين كده بالظبط. اوت 19 8 الاهلي متسيد متسيد الشوط ده تماما. الزمالك خلاص تقريبا انهار. كرة بمنتهى بيطلع الكرة اوت 3 متر. لعيبة الاهلي بتتكلم مع بعض دلوقتي ان هم يعني ما خليكوا زي ما انتوا كل الناس بتكلم بعضها خليك ضاغط زي ما انت كمل خلص الشوط خلص الدوري. جويني على الارسال لسه زي ما هو ارساله مميز جدا الحقيقه التكتيكي. جويني برافو يا ولد برضو كرة جايه سهله للاهلي. عبد الله بيلعب
ومعوض بيرفع لعبد العال، لكن الكوره اترفعت شويه في ايد البلوك، ما قدرش عبد العال يتصرف فيها، والنقطه التاسعه لنادي الزمالك 19-9. طبعا اريحيه جامده، فرق جامد للاهلي، بس ده يعني ما يمنعش ان هم يركزوا انه يخلصوا بسرعه، لسه في شوط تاني. مصطفى على الارسال، وحليم بيخلص، وحليم بيخلص، الاستقبال كان بره، لكن عبد الله رفع كره من على التلت لعبد الحليم ويخلص بمنتهى القوه. بص الكره منين، بص الكره منين، بص عبد الله بيعمل ايه، وبص حليم بيعمل ايه. برافو حليم وعبد الله، كره من احلى الكور اللي في المباراه. 20-9 النادي الاهلي بيقرب جدا من حسم الشوط وحسم المباراه برضو في رايي يعني. شريف بينزل على السيرف، اعتقد مكان عبد الحليم. شريف احمد من احسن لعيبه الاهلي في مهاره الاستقبال والارسال، ارسال كويس الشبكه، معلش معلش، هو عايز يلعب ارسال حاسم يعني، عايز يلعب يجيب نقطه على طول. بينزل معوض تاني على الاستقبال. 20-10. ارسال مع نادي الزمالك. مصطفى على الارسال، استقبال حلو قوي، وبليس سهل قوي، سهل قوي من قطب، بيحط الكره بمنتهى السهوله، بيجيب نقطه بمنتهى السهوله. 21-10 للنادي الاهلي. برافو يا قطب، الكره مش مظبوطه قوي، عارف يتصرف فيها وحطها في حته كويسه قوي، ما قدرش لعيبه الزمالك انها تعمل معاها حاجه. الروح المعنويه بتفرق كتير قوي في الفولي، الروح المعنويه بتفرق كتير قوي في قدرات اللاعبين. لعيبه الزمالك شايفين كرة كانوا في الشوط الاولاني كانوا يقدروا يجيبوها بسهوله، لكن دلوقتي هم في حاله من الاحباط. ارسال ملوش لازمه خالص اللي حصل ده، عبد العال حطه يعني في الشبكه، ملهاش لازمه خالص دلوقتي الارسال كده من القطب. 21-11، الاهلي بيقرب برضو من نهايه الشوط. شايفين اللقاني نزل مكان اشرف في محاوله ادراك بعض النقاط لتقريب النقط. رسالة في الاوت 22-11، دبل سكور، فرق جامد قوي، الاهلي فارق في الشوط ده 22-11. برافو يا رجاله. عبد الله بيخرج وبينزل حسام على حائط في حائط الصد. ميدو عايز يخلص الشوط بسرعه ويبتدي الشوط الرابع بنفس الحماس بتاع الشوط الثالث. ارسال قوي من النادي الاهلي وحائط صد، لكن كوره قويه جدا من مصطفى بيضربها على الخط. مصطفى ابراهيم بيلعب بحماس رغم فرق النقاط، ولد صغير ومجتهد جدا، برافو. 22-12، ارسال مع نادي الزمالك. ارسال قوي، استقبال بره، هيعديها سهله، بيعديها سهله احمد، فرصه الزمالك يعمل كونتر اتاك قوي، لكن بيطلع ويضرب قطب بمنتهى القوه في الملعب. بنطلع حسام طلع الكره يعني، ودى الكره دي لقطب حلوه قوي، قدر ان هو يخلصها بمنتهى السهوله. قطب برافو. خدها الزمالك. بلوك حائط صد النادي الزمالك 22-13. 22-13. الزمالك قدر ياخد حائط صد دلوقتي، ابو السعود معاه ارسال، بيلعب ارسال بمنتهى القوه، خلاص فرق كبير، ما قدموش غير انه يلعب ارسال جامد. ارسال قوي لكن خارج الملعب. 23-13، وبيقرب النادي الاهلي من حسم المباراه. 23-13. ميدو بيفكر دلوقتي في الشوط الرابع هيبتديه ازاي، لان هو اللي يحسم الماتش. 23-13، النادي الاهلي بيقرب من حسم الشوط باريحيه كبيره، وكابتن احمد مصطفى برضو بيفكر هيعمل ايه في الشوط الرابع. باندا حلوه قوي في حائط الصد، وبيضرب قطب بمنتهى القوه، يا دانا من بره ال 3 متر، كوره في منتهى القوه. 24-13، يا سلام يا قطب، كرة جميلة 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 في المكان اللي واقف فيه الليبرو، لكن استحالة هيقدر يعمل معاها حاجة. محدش يقدر يوقف مدفع أبدا. برافو برافو يا قطب. النقطة ال 24
الاهلي بيقرب انه يحسم الشوط. كره قويه من رضا. النقطه ال 14 لنادي الزمالك. الزمالك مش يائس الحقيقه، يعني ما اقدرش تقول ان هم ياسين، بيلعبوا لغايه اخر نقطه. اولاد صغيرين وعايزين برضو يثبتوا جدارتهم، لكن الحقيقه خبره الاهلي اعلى بكتير جدا. النقطه الاخيره بقى، النقطه الاخيره بقى، قطب عايز يضرب الكره، يعني هي واطيه يعني في ايد البلوك، ما ينفعش ان انت تضربها بمنتهى القوه دي. كان المفروض ان انت يعني عديتها بالراحه كده وناخدها تاني ونعمل يعني حائط صد. النقطه الاخيره السيت بوينت للنادي الاهلي. ركز يا رجاله نخلص. استقبال مجويني. شبكه من نادي الزمالك، وبيخلص الشوط الثالث للنادي الاهلي 25-15. شوط احمر من اول نقطه لاخر نقطه. بدايه الشوط عبد الله قدر يفرق بالارسال 7-1، قدر ان هو يفرق بيه. كل اللعيبه الشوط ده الحقيقه ادوا شوط رائع جدا متكامل من كل الفرقه. يعني الشوط ده حسينا ان النادي الاهلي فريق متكامل، ما شفناش نجم اوحد في الشوط. يعني شفنا جويني في وقت من الاوقات خلص كل كره مرفوعه له من اربعه بقدرات جامد، يعني قدرات عاليه جدا. شفنا قطب خلص كور صعبه جدا بقدرات عاليه جدا. شفنا عبد العال الاستقبال هو ومعوض ظابطينه جدا. شفنا عبد الحليم يعني مضلم الشبكه في البلوك، قدر ياخد ثلاث بلوكات بثلاث نقط، قدر يخلص كل الكور اللي اترفعت له قدر يخلصها. شوط متكامل من النادي الاهلي. اللعيبه بتلعب كلها مع بعض في يعني في تناغم عالي جدا. معمول قدر يعني ميدو عمل انجاز رائع انه قدر يخرج اللعيبه من جو الخساره بتاعت الشوط الاولاني، ان هم يلعبوا الشوط الثاني ان هو ايكوال شويه، وبعدين فرقوا كسبوه. الشوط الثالث فرضوا سيطرتهم تماما على الماتش، وقدروا ان هم ياخدوا الشوط الثالث، والسكور بقى دلوقتي 2-1، بيقربوا جدا من حسم المباراه وحسم لقب الدوري. كل التحقيق لنجوم النادي الاهلي الحقيقه. يعني صوت امتعونا، صوت ورونا فيه فنون اعلى فنون الكره الطايره الحقيقه. كل المهارات ادوها بكفاءه عاليه جدا. اللعيبه كلها اللي بيلعب بمنتهى الحماس، اللي بره مستني دوره ان هو يلعب، ولما بينزل بيأدي عليه تماما. فريق متكامل. برافو يا ميدو، برافو رجاله. شوط قربهم من البطولة. بداية هنتكلم، هيبتدي حالا دلوقتي الشوط الرابع اللي هو بقى مش يقرب يحسم البطولة. طيب ايه التاني؟ نرجع نتكلم في الماتشات الكبيرة. زي ما قلنا بداية الأصوات بتفرق قوي، بداية الصوت بتفرق قوي. ما بيفرق لما بينزل أي فرقة في بداية الصوت تفرق 3-4 نقط، بتديها أدفانتج جامد وروح معنوية عالية قوي إنها تكمل الشوط وانها تكسب الشوط بسهوله. الزمالك رجع للتشكيله الاساسيه بتاعته تاني كلها كامله، رضا واشرف. نزل بس محسن مكان محمد مجدي في ثلاثه، انما هم كلهم زي ما هم لعيبه الزمالك كلهم شايفين ميدو. بصوا بيقول لهم ايه؟ كفر كفر كفر، غطي على زميلك، يعني ما تسيبوش يضرب لوحده. حسسوا ان هو معاه رجاله بتدافع معاه. يعني شفت الاشاره بتاعت ميدو كانت واضحه جدا في الموضوع ده. بدايه الشوط الرابع اشرف على الارسال. بدايه شوط البطوله ان شاء الله، بدايه شوط حسم البطوله للاهلي. اشرف على السيرف. لا رجع لفه ولعب شهاب، رجع لعيب مركز ثلاثه هو اللي هيبتدي على السيرف. هو عايز يظبط طبعا يعني خطوط لعيبه قدام بعض. كابتن احمد مصطفى شهاب على السيرف. البدايه، نرجع تاني نقول يا جماعه البدايه مهمه جدا. البدايه بتدي روح واطمئنان للعيبه وللجهاز الفني وللمشاهدين وكل حاجه. تشكيل الاهلي زي ما هو ثابت. عبد العال نزل مكمل الماتش مع جويني.
استقبال كويس من جويني، وعبد الله بيحط اول كوره بيطلعها ديفنس الزمالك، وبيشوط قطب بمنتهى القوه تاني لكن خارج الملعب، جت في العصايه من فوق. اول نقطه لنادي الزمالك، شايفين يعني ده هو لوحده خالص من غير بلوك بس ضربها في الاوت. تاني استقبال النادي الاهلي، وجويني انسايد في الملعب. النقطة الأولى لشكري جويني نجم منتخب تونس، بيلعب مباراة أكثر من رائعة. عبد الله على السر، عبد الله إرسال في الشبكة، عبد الله إرسال في الشبكة. 2-1 في البداية، نقطة بنقطة نقطة بنقطة، ما تديش أريحية لحد منهم. ارسال مع اشرف، استقبال جويني وبيضرب يا عبو عبو، بيضرب كوره في منتهى القوه، ممتع يعني المشاهدين بيستمتعوا بيك يا عبو، منتهى القوه، بيلف في واحد من اعلى نقطه في اخر الملعب، لعيب عالمي، لعيب عالمي يا عبو. تاني ارسال قصير من جويني اللي فرق بيه الشوط اللي فات، وعمل نفس الموضوع برضو، وبتيجي كوره الاهلي مهمه، بيعمل كفر حلوه قوي، معوض على عبد العال، وبيخلص نقطه. طبعا النقطه دي يعني البطل فيها بصراحه يعني معوض، عمل كفر على عبد العال، الكره كانت اتاخدت منه بلوك، عمل كفر طلعها، وقدر عبد العال يخلص الكره الثانيه تاتشو على بره بمنتهى الروعه. برافو احمد عبد العال، برافو معوض، نقطه رائعه للنادي الاهلي 3-2، ويبتدي التفوق الاهلاوي تاني. زوين بارساله القصير، هل هيكرر اللي عمله الشوط اللي فات؟ هو عمل النقطة اللي فاتت كده، وقدر ان هو يصعب الاستقبال على الزمالك، لعبها طويلة، عمل لعبها طويلة المرة دي ورا، بس طلعت طولت منه اوت. 3-3 في بداية الشوط الرابع. أبو السعود على الإرسال، إرساله قوي. 3-3، الجيم ماشي إيكوال من الأول. ميدو متحفز زي اللعيبة بالظبط، قاعد عايز يستقبل الكرة أهو. ارسال قوي في الشبكه، النقطه الرابعه للاهلي. يعني الوقت اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، يعني في وقت الجيم ده، الاهلي لو قدر ان هو يفرق بثلاث نقط يعني اعتبره ان الماتش خلاص انتهى في الوقت ده تحديدا. يعني عبوا على الارسال، ارسال سريع بيستقبله رضا بره شويه، نقطه مهمه، نقطه مهمه جدا، سريع بياخدها بلوك النادي الاهلي لكن لبره، ويستمر التعادل 4-4. طيب دلوقتي النقطة يعني احنا من اول الصوت ماشيين نقطة بنقطة الاثنين مع بعض، ده هيدي مؤشر ان الصوت ده هيبقى في منتهى القوة من الفرقتين. معوض استقبال وضرب من عادل سريع، وبيطلع تاني عبد العال، بيضرب كرة لكن سهلة ديفنس الزمالك، وبيعمل كونتر اتاك، الكورة قوية جدا لكن فيها كتير من التهور، ضرب الكرة اوت بعيد قوي عن ايد البلوك، شايفين بص مصطفى من فوق ضربها على رأي معلقنا الشهير البكري، طار في الهوا وشاط في الهوا، أي كلام ده كلام يا راجل. 5-4 للأهلي، وارسال قوي تاني من قطب، ارسالات كتير يا جماعه بتضيع دلوقتي، 5-5، ده مش هيدي يعني طول ما الجيم ماشي كده ايكوال، ده ما يديش اطمئنان لاي حد، لا 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 للمدربين ولا المشاهدين ولا ليكوا كلاعبين. ارسال مع الزمالك، ارسال بمنتهى القوه، استقبال من معوض كويس قوي، وقطب من ورا بيخلص، وقطب من ورا بيضرب بره، بيضرب بره 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 قوي قوي بره قوي بره قوي. 6-5 للزمالك، كل فرقة بتتبادل التقدم في الشوط ده. 6-5 الزمالك، ارسال مع رضا قوي جدا برضو، استقبال بره الملعب، وعبد العال بيخلص كورة في منتهى الأهمية، كورة مهمة جدا بينجح عبد العال انه يخلصها، برافو يا احمد، برافو يا احمد.
كوره صعبه الحقيقه، صعبه، معاه بلوك، معاه 3 بلوك، معاه 2 بلوك، صعب جدا. بيروح عبد العال على السيرف اعتقد. 6-6. عبد العال ارسال كويس سريع الزمالك. يا راجل جات لنا كره كويسه عداها، لكن فين؟ لكن فين؟ عادل صاحي القوي لاشرف. اشرف كان عايز يعدي الكره كده لكن عادل صحيله. اهو بص الكره دي، اشرف عايز يعمل فنت ويضرب الكره لكن عادل زويني اللي خدها. برافو زويني، زويني هو اللي خدها. حائط صد جيد جدا في وقت مهم. 7-6، مازال تبادل التقدم بنقطه واحده بين الفرقتين. 7-6، كل فريق متمسك جدا بالجيم. عبد العال على السيرف، ارسال حلو قوي على رضا، وعادل بيخلص، وعادل بيخلص نقطة مهمة جدا يا عادل. 8-6، 8-6، برافو. بص الكورة، بص جت على الشبكة، خلاص مش هيرحم، خلاص يا أشرف مش هيرحم يا أشرف، خلاص يا أشرف. حاول أشرف يعمل معاه، يطلع معاه، لكن عادل شاطها من فوقيه بكتير قوي ويخلص النقطة الثامنة من إرسال قوي من عبد العال. هو الوقت ده اللي بنتكلم فيه، ده الوقت اللي بنتكلم فيه، لو حد يفرق 3-4 نقط هيدي فرصة جامدة جدا إنه يكسب الشوط. يعني نتمنى إن الوقت ده يكون هو ده، ونتمنى إن عبد العال يكمل ضغطه بالسيرف. طبعا أحمد مصطفى بيتكلم بعصبية إن هو ده ما يحصلش، اللي أنا بقوله ده إن هما ما يفرقوش دلوقتي. وميدو بيتكلم إن هما لازم نكمل في الوقت ده، إن إحنا نفرق 3-4 نقط عشان ندي لهم احساس ان الماتش انتهى، وان الصوت بتاعنا، وان الجيم، وان البطوله كلها بتاعتنا. عبد العال هيستمر على السيرف. اللعيبه جاهز، كل لعيبه الفرقتين نزلوا للملعب. مناقشه على طول عبد العال مع قطب، كل الكلام على استمرار التركيز واستمرار اللعب بمنتهى الجديه لانهاء الماتش والبطوله. عبد العال سيرف برضو على رضا، بيطلع بره وبيضرب رضا بمنتهى القوه في البلوك وبره الحقيقه، منتهى القوه من رضا، بيضرب بمنتهى القوه على اللاين، تيجي في ايد البلوك وتطلع بره. هو الحقيقه وميدو بيلعب ارسال في واحد لان هو مش عايز رضا اللي يضرب، يعني مش عايز رضا هيكل اللي يضرب. لكن اشرف برضو رفع له وخلص الكره. 7-8 وما زالت الندية متوفرة في الصوت ده. مصطفى إبراهيم على الإرسال. مصطفى إبراهيم على الإرسال. إرسال فلوتر أوت. النقطة التاسعة. كل نقطة بتقرب الأهلي من البطولة. وكل نقطة بيفرقوا بيها بيزيد حماسة الرجالة. ويشوفوا درع الدوري قدامهم. عادل على السيرف، عادل على السيرف، محمد عادل ارسال، استقبال جيد من الزمالك وحائط صد، لكن حائط صد الكوره تيجي في ملعب النادي الاهلي. رضا يخلص الكوره برضو، والنتيجه 9-8 للنادي الاهلي. مازال النديه موجوده في الجيم، محدش فرق. ارسال مع الزمالك، شايفين قدامه بالصعود ومحسن واشرف. ارسال في الشبكه، توتر، توتر على لعيبه الزمالك، بيحاولوا ان هم يقربوا الفرق، بيحاولوا ان هم يتفوقوا، وتكون النتيجه ان في غلطات كتير جدا في الارسال. 10-8، 10-8 الاهلي. عبد الله على السر برضه نفس الموضوع، دافع عند الاهلي ان هو عايز يفرق اكتر من نقطه دلوقتي، فبيلعب ارسال جامد، ودافع عند الزمالك انه مش عايز يستنى، عايز يفرق برضه بالسيرف، فالاثنين بيوقعوا ارسالات. ارسالات مع الزمالك، اشرف ارساله مضمون شويه، بيلعب على زويني، وزويني بيخلص كوره مهمه وحلوه قوي قوي قوي. برافو زويني، برافو زويني، من احلى الماتشات اللي شفتها له الحقيقه، بيلعب ماتش رائع، استقبال وضرب وكل حاجه. وعبد الله مديها له يعني مقشره. برافو يا عبد الله، برافو يا زويني. ارسال معاه، هل هيلعب ارساله القصير اللي بيفرق بيه؟ زويني على السر، لعبه برضو ارسال قصير
عشان يرفع أربعة. هو اللي بيعمله دلوقتي يعني، كل التكتيك بتاع مينو ان هو عايز بيجبر فريق الزمالك انه يهاجم من مركز أربعة، على اعتبار ان احنا عندنا حائط صد قوي جدا في مركز اثنين متمثل في قضم وعبه. لكن هو الحقيقه مصطفى ابراهيم قدر يخلص الكوره منه، ابو سعود قدر يخلص كوره منه، ابو سعود على السيرف وبيلعب ارسال جامد برضه في الاوت. نفس الموضوع يا جماعه، نفس التوتر، ارسالات كتيره واقعه. 12 10 مازال اللعب ايكوال، لكن غلطات الزمالك اكتر في الارسالات. يعني اعتقد ان هم في ال 12 نقطه بتوع الاهلي، الزمالك موقع 6 نقط. عبد الحليم على الارسال، نفس الموضوع برضو يا جماعه، الفرقتين الارسال ده ارسال، يعني الجيم ده جيم الارسالات الضايعه. والحقيقه اذا كنا يعني بنقول ان الزمالك يعني عندهم متوترين او ان هم عايزين يلحقوا، لكن ما نديش العذر ابدا لعيبه الاهلي ان هم يوقعوا الارسالات بالشكل ده. ارسال محسن برضو اوت، جيم الارسالات الضايعه يستمر، جيم الارسالات الضايعه. 13 11 النادي الاهلي، 13 11 النادي الاهلي، والجيم ده ارسالات ضاعت كتير قوي من الفرقتين. ابتدى يامن شويه اوضه، ابتدى لعب ارسال، هو استقبال بايظ وضرب بمنتهى القوه وبلوك بمنتهى القوه. زي ما قلت لكم، هو يعني هو ميدو عامل التكتيك بتاعه كله انه يخلي هجوم الزمالك كله من مركز اربعه مش من مركز اثنين، فهو بيودي كل الارسالات هناك الناحيه الثانيه في مركز واحد عشان يجبر اشرف ان هو يرفع في اربعه ويحصل اللي انتم شايفينه دلوقتي ده. هو اللي انتم شايفينه ده دلوقتي هو التكتيك اللي بيلعب عليه ميدو واللي نجح فيه لعيبه الاهلي في تنفيذه. 14 11 اول مره ثلاث نقط بسبب تركيز في السيرف، في اللعب في الاماكن اللي بيقول عليها المدرب، وتركيز في البلوك لتنفيذ التعليمات. طبعا ده كلام يعني على جانب كبير قوي من الاحترافيه من المدرب، من ميدو ومن اللعيب، ان هم بينفذوا الكلام ده. المشكله بس ان هو في وقت ضاع فيه ارسالات شويه، ده اللي خلى السكور قريب دلوقتي بثلاث نقط بس، يعني كان ممكن يبقى فرق اكتر بكتير. هيرجع تاني السيرف يلعبوا، اعتقد برضه انه هيلعبوا في مركز واحد هناك حتى لو عند الليبرو، لان هو مش عايز رضا اللي يضرب، هو عايز لعيبه اربعه اللي تضرب. هنشوف هل ده صحيح، هل ده هيستمر ولا لا. تغيير لنادي الزمالك، هنشوف لعيبه الاهلي برضه هيلعبوا في مركز واحد ولا هيغير، هيلعب سيرف في مركز واحد ولا لا. برضه في مركز واحد او ستة اهو، بس اشرف برضه رفعها لرضا، برضه رفع لرضا، لكن المره دي بقى طلع له عبد العال وخد النقطه ال 15. عبد العال خد النقطه ال 15 15 11. اعتقد ان الاربع نقط دول هم اللي انا بقول عليهم من اول الشوط، الاربع نقط دول هم اللي هيعملوا روح عاليه جدا للنادي الاهلي، الاربع نقط دول هم اللي هيجيبوا الدوري للنادي الاهلي. يعني قطب هيستمر في لعبه في مركز واحد اهو زي ما احنا شايفين، وبرده الهجوم من ستة في الملعب انسايد. 15 12 15. مطلوب من الاهلي طبعا ان هو اي سايد اوت، اي لعب يعني اي كوره الارسال مع الزمالك، هو يخلص الكوره من اول من اول من اول نقطه، ما يديش فرصه ان الزمالك ياخد نقط والارسال معاه. لو فضل كده يبقى خلاص الماتش ينتهي بمنتهى السهوله. ارسال في الشبكه ويستمر توتر نادي الزمالك، لان هو ما بيبقاش قدامه غير كده، الفرق اربع نقط، فهو عشان يحصله فبيلعب ارسال جامد، وهو متوتر لازم يجيب نقطه وبالتالي بيقع منه. 16 12 بيقرب النادي الاهلي جدا من بطوله الدوري. الحقيقه الشوط ده يعني كان في تكتيك عالي من الاهلي في السيرف، بس كان في نفس الوقت في كم يعني كاربع خمس ارسالات وقعوا، هو ده اللي خلى الفرق يتاخر، يعني خلى الاهلي يتاخر في انه يعمل فرق. يعني الشوط اللي قبليه الفرق حصل من اول الجيم، الشوط ده لان الارسالات كتيره وقعت من الاهلي في بدايته، فخلى التاخر يعني التقدم بتاع الاهلي يتاخر لغايه اخر الشوط.
16 12 الاهلي دلوقتي بيلعب باريحيه، الاهلي دلوقتي بيلعب ان هو يحسم الشوط والبطوله. برافو لعيبه الاهلي بتادي بتركيز دلوقتي وباجاده، لعيبه كلها بتلعب بتكامل الحقيقه، كلهم بيلعبوا كفريق، يعني مش نجم الاوحد لا خالص، في اللعيبه كلها كل اللعيبه اللي في الملعب بتادي اللي عليه، حتى اللي بينزل من بره برضو بيلعب وبيادي اللي عليه وباجاده تام. مع الاهلي مع عضو برضه، هل مع عبد العال هل هيلعبوا في واحد برضه هو كمان؟ برضه واضح جدا، طبعا واضح جدا تكتيك ميدو في اللعب، بيضرب من سته وبياخد باندا وبيخلص عبد العال النقطه، زويني بيخلص النقطه 17. برافو يا زويني، برافو يا زويني، ماتش هايل بيلعبه، مأدي بمنتهى القوه 17 12. قلت لكم خلاص الفرق ده هيحسم الصوت وهيفضل يزيد 15 12. عبد العال برضه في نفس المكان السيرف، وبرضه الاستقبال بيبوظ، وبرضه البلوك بيستمر لسه، لكن بلوك، لكن ايديه كانت عاليه شويه والكوره جت في صدره وفي الملعب. نقطه 13 نادي الزمالك برضه، عبد يعني دلوقتي عبد الله بيفكر ان هو مش عايز يدي فرصه للزمالك انه يقرب، هو عايز يخلص من اول كوره على طول عشان يفضل الفرق الاربع خمس نقط اللي هو فارق بيهم يحسم بيهم المباراه. مصطفى ابراهيم على الارسال، بيلعب ارسال فلوتر سهل، استقبال سهل، ضرب سهل، نقطه سهله، خلاص ارسال يا جماعه. بص الاستقبال وصل لعبد الله كويس، خلاص ما تسالش الكره خلصت ولا لا، الموضوع خلاص تمام، وصلها لجويني وجويني بيضرب على اشرف بمنتهى السهوله، خلاص بيخلص 18 13. ما تهرش في ايدك يا ميدو، طمن، اعتقد ان شاء الله الماتش قرب منك جدا. عادل على السيرف بيلعب ارسال قوي جدا على الليبرو، استقبال بايظ، ضرب بمنتهى القوه، لكن فين؟ لكن فين؟ 19 13 19 13. حائط صد يا جماعه عالمي، حائط صد عالمي، بنشوف يعني طالعين ايديهم جوه منتهى، يعني يا الحقيقه يعني احنا مستمتعين باداء النادي الاهلي، مستمتعين بمهاراته. بص 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 بلوك، بص حائط صد، كوره عالمي، يعني ثلاثة بلوك طالعين مضلمين الشبكه. عبوا محمد عادل على السيرف، بيكمل برضه ارسال في واحد وبيلعب، لا 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 يا جماعه، لا ارسالات يعني حائط صد منيع، الزمالك مش عارف يعدي الكوره، خلاص يعني قفلنا الحته دي يا جماعه، الشبكه مقفوله، عايزين تعملوا حاجه حط بليس، لكن مش هتعرفوا تعدي. 20 13 اداء رائع من فريق النادي الاهلي، ربط رائع بالسيرف بحائط الصد، شايفين كل واحد رايح على الارسال، هو عارف هو بيعمل ايه بالظبط، هو عارف ايه اللي مطلوب يعمله، وحائط الصد عارف بالظبط ايه اللي بيعمله. جويني حائط صد رائع هو وعبه، بس جويني هو اللي واخد الكره دي، حائط صد رائع، برافو جويني. 20 13 يعني مجازا هنقول الكلام بتاع اللعب لغايه اخر صفاره والكلام ده، لكن انا بقول مبروك للنادي الاهلي مقدما. 20 13 مبروك ليه؟ لانها احنا بنتكلم في روح عاليه جدا في الملعب، بنتكلم في تركيز عالي جدا في الملعب، اعتقد ان النادي الاهلي حسم المباراه وبيكمل. عادل ضرب بره الملعب، شوف اللي انا بنقوله عليه، يعني هو حتى اللعيبه بتاعت الزمالك خلاص فقد التركيز خالص، خرجت بره المود خالص، والاهلي مركزين، عشان كده بقول لكم يعني خلاص مبروك النادي الاهلي الدوري، مبروك المباراه، الحقيقه يعني اداء ممتع من النادي الاهلي. عادل على الارسال برضه بمنتهى التركيز في نفس المكان ومن مركز اربعه، المره دي نجح ان هو يخلص الكوره من حائط الصد. النقطه ال 14 بيحاول لعيبه الزمالك ان هم يحسنوا السكور شويه. الاهلي كل اللي المفروض يعمله دلوقتي عبد الله ونجوم النادي الاهلي ان هم ما يدوش فرصه للزمالك ان هو يقرب، يعني من اول كوره الكوره تخلص على طول من اول سايد اوت.
استقبال بره شويه، قطب هيخلص الكوره، معرفش يخلص الكوره، لعبها شويه يعني باستهتار. 15 21 ست نقط فرق، ارسال مع الزمالك. ارتباك سيء برضو تاني، ارتباك بدون معنى في الاهلي دلوقتي. اه لازم تايم اوت دلوقتي طبعا، في يعني حصل حاله من الـ يعني ارتخاء شويه في اداء النادي الاهلي بدون مبرر. خلاص الماتش كان خلصان وبتاعكم، مفيش داعي ان انتوا نغلط استقبال كورتين كده ملهمش اي معنى. خلوا السكور يقرب من 14 ل 16، 21 16. كل الموضوع احنا يعني الاهلي محتاج ان هو يستقبل، بس يستقبل الكره الاولانيه كويس هيقدر يخلص الكوره. 16 21 16 21 انتهى التايم اوت. شايفين التركيز من لعيبه ان هو يحاول يخلص الكوره دي. ارسال استقبال جيد وبيخلص، وبيخلص فعلا التايم اوت اسمر طبعا، بيخلص جويني الكوره في 6 22 16 ويقرب اكتر من حسم المباراه. ارسال هيروح اعتقد مع عبد الله. عبد الله على السيرف وبيلعب ارسال برضه سبين من ناحيه واحد. دفاع رائع من عبد الله وبيضرب قطب برضه، دفاع كويس من ليبرو نادي الزمالك. عبد الله بيلعب كوره سريعه جميله 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 من وراته، كوره جميله جدا جدا يا عبو، حلوه حلوه حلوه. النقطه 23 23 16 برافو رجاله، تقريبا بيحسموا البطوله. شايفين الروح العاليه، شايفين الاداء الرائع. برافو رجاله، برافو رجاله. عبد الله على السيرف، عبد الله على السيرف بيلعب ارسال وضرب من 6 ودفنس بروح قتاليه عاليه جدا. برافو رجاله. عبد الله هيضرب، اه عبد الله ضرب في الشبكه، طمع عايز يخلص هو الماتش. 17 23 نقطتين والشوط يخلص والمباراة تخلص والدوري إن شاء الله يجي النادي الأهلي. ارسال مع نادي الزمالك، ارسال مع جبل اوت. 24 17 سيت بوينت، جيم بوينت، دوري بوينت، كل حاجة تقدروا تقولوها، نقطة تجيب كل حاجة دلوقتي، نقطة واحدة. ونبارك رسميا، لأن أنا قلت لكم طبعا من 10 نقط الشوط خلص، لكن يعني رسميا بقى نقطة واحدة وتنتهي المباراة وينتهي الموسم. زويني نجم المباراة بيلعب ارسال كويس وحائط صد، حائط صد بيبقى حلو قوي ان انت تخلص الماتش بحائط صد الحقيقة. كرة سهلة سهلة ما رضاش يخلصها، لسه لسه ما خلصهاش، لسه مع نقطة واحدة والماتش ينتهي. 24 16 24 16 ارسال مع ابو السعود، طبعا هيلعب ارسال جامد جدا يعني يعني يا كده يا كده. النقطة الأخيرة 24 16 استقبال، تعدي الكرة سهلة، هجي لك كرة سهلة برضو. عبو نفسه يخلص الماتش طبعا أنا عارف، معلش بقى عبو خلاص، قطب اللي خلص الماتش. ألف مبروك يا رجالة، 3-1 النادي الأهلي، النادي الأهلي بيحسم الدوري، بيحسم المباراة، بيحسم الموسم. ألف مبروك للنادي الأهلي 3-1. يعني الحقيقة استمتعنا باللقاء، استمتعنا بكرة طايرة عالية جدا. ألف مبروك للنادي الأهلي، ونسيبكم معاه كابتن
هيثم.